صافر لا انا غادي ندوي مع امي وغنخليها باش تمشي معاك حتى هي تاكد منك بلي راك انتي كتولي مزيانه. والله يجب من يقول كلام الحق ما نبقاش كاعي. بصافي انا ما كاعيش، انت باغي تكعيني دابا وقرا بزز. انا كنبغي نشوف الضحك. يلا صافي زيد وش الضحك. فهد الله قول لي النهار كامل وانت كتسبح فهاد التليفون هذا، اش كتسبح به؟ ها كنشوف هو هذا كورة كورة اخبار الناس مدخلين الفلوس، انت دير ليهم ابوني ودير ليهم داكشي دخلوا الفلوس وانت هاك ياك الوالد اها ما غتخدمش خدمة وانت علاش مدخل الخدمة نوض تخدم راك لحيتك شو قداش شو صافي امي انا مقدرش نمشي مع الصباح بزاف ديال الوقت امي في الشركات عادات خويا سير خدم بالليل ما كتقدش على الصباح خدم بالليل ليه ويلي نهار كامل وانت في الدار الناس بالليل يبغيو ينعسو انت عمش الو قطع قطع بلاتي والضو شاعل عليا غادي يجي للطواليط غادي للكوزينه الا كانت شي مرقه تاكلها كان شي عصير تشربو كان شي ديسير امشى ما فهمتش انا واش انا عاونتك غليظ 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 وراسك كبير واي حاجه كتلصق عليها وكتبقى تبكي اي حاجه بانت لك تبان لك عمرها غاده تلصق عليها ورات شي امي تشيل دلعتيني في الصغر دلعتك بغيت ليا عاد دلنايا بغيت ليا العز اما الدر راني طحت معاكم فيه واش هذاك الدري ما يرتاحش سيري يا عبد الرزاق انا راضي عليك سير انا بغيت ربي يسهل عليك انا غاتك نهار الخايب تكون غايب اللي في السماء حاضيك واللي في الارض ما يأديك وهذا المسخوط هذا مسخوط امو انا اش بغيت لك بغيت لك عشي كاميو يطحنك الا ما فكش الخير يطحنك يعجنك ونبكي عليك شويه وناخذ عليك الديه ديال هذاك الشيء اللي وكلتو لك منك تي صغير وما كتشقى ما كتلقى شقى وكل ولا تكعبنت نستافد منك ديري ليا بطبوط ديري ليا مسمن وتجي عندي بولادك غدا جايك ونجوزتك على 12 عام واش غندير ما شقيتي شكون غاش خالتي نجوى مثلا ناري ما تضحكش عليا هذيك اللي كتضحك ياك تضحكوا حتى راني كنت بحال هكا جباري الهيبه عندها واحد الهيبه هذاك مع عبد الله مع عبد الله والماكله انا كبر معايا غنسوليني انا عندي واحد الشهر كان ساكنه الفوق دابا شي عام ولا مع عامين واحد المره قالت لها خرج لي سطل ديال الماء خرجته ويتشد تات نتف وتعاود نتف وتعاود السيده مسكينه شدات معها الشعر وانت راه ولادها ما كينفنفوش معاها كلمه كتقول غير اه داكشي كيدار ديك الساعه واش انت تقيدو من عند خالتك نجبه لا ما ندوي واحد جات عبد الرزاق وصافي جات داكشي كان فل ولا داك عاد كنت وحشو بها عادي ويلي ويلي راجلك متوحشيش عادي راجلي راه بلاصتو وانا بلاصتي عادي شتي لي غتزوجي وتجربي هذاك الشيء اللي كنا في الاول كدو معاه في التليفون وضروري دونك عاكيا في الغدا فين جاي غادي نوفي استوريني عاودتي طيبتي استوريني عاودتي كيجيك اصلا مدريويش فحاله عاود لي عليه عاد كسولي علاش نعاود لك عليه هو تجاوبنا وبغيت والزار عاود لي تقول عيني كي كيبداو يلمعوا يا عاودتي لي عليه شنو عاود لك عليه واش كنبعد ما فين كنشوفوها كنشوفوها مع اللي كنحطوا الماكله صافي كيما اللي دري فحالو درويش نكذب عليك انا على قلبي تليفون كنعمرني سمعتو زعما كيدوي على شي وحده ولا ما نكذبش عليا الصراحه ما عمرها صافي تخاف تقول نقول لا خالتي نجوى تجي تخاطب لا ما تجيش لا سوري نجوى عزوزتك لا يعاوني كملي مع دوك الماء ديري فيا خير صافي باش تولي لوستي ما تلوتي انا لوستي هنايا دوين اللفحه هذا هو خيري ها
لفعه واش من لفعه كضحكي تهضري على ايامك الزينه. كيفاش تقنعتي ولدي بلي هو ما كيولدش؟ بغيت غنعرف كيفاش قنعتيه وكيفاش قلتيها لي وكيفاش درتيها. عقولي لي انا وجهتك لهداك اللي ما كيسها ما كاين مضيق ضفك الحق وهاد العواشر. قولي انا ما قنعتش ما والو. وقتها انا على راسو بوحدو بغى يمشي عند الطبيب حيت ولدك راه قاري وفاهم وواعي واعي. شوفي نقول لك شي انا ديما كنسمعك اش كتقولي ليه وكندير عين شفت وعين ما شافتش وكنقول دابا يهديها الله دابا يهديها الله. ونتي مشيتي قلتيها لولدي بحال هكا بكل بروده ما جاكش انا بالضامن ما خفتي ليا انا الدري انتحر ما عرفتي يطج ما عرفتي يموت ليا. عندي جوج عوينات بغيتي تطفيهم ليا ها جوج عوينات بغيتي ترزيوني في ولادي. الله ياخذ فيكم الحق الله يلقيها لك وخشي عشان راسك في ولادك. ومشيتي بغيتي تخلطي ليا بين ولادي مشيتي قلتي للاخر ما كيولدش تقولي لي انا لولدي ما كيولدش انت اللي ما كتولديش العايبه. علاش تقولي لي هاد الهضره في ولدي؟ انا بغيت نعرف شرحي ليا. ان شاء الله ملي غيخرج التحاليل حنا غنشوفوا شنو. انا تحاليل درت انا ولدك التحاليل ياكي تغدريني بحال هكا. انا اللي غدرك تغدريني بحال هكا وتمشي تقولي لولدي راك ما كتولدش وديري لي التحاليل. اويلي اويلي انت اللي راه غتمشي لدارك وغتمشي لدوارك وتسرحي البهايم. جيتي عكرتي وما بقيتي وليتي ديري السفنجه واش راسك وليتي شي حاجه. نقول لك غير لقيتيني انا اللي ما كنولدش يدك طويل عليا ديك الساعه من عند الطبيب صيفطين مزيان هادي. انت راك واحد المخلويضه واحد اللفعه واحد السامه ما قال لك ربي منين خرجتي؟ سكتك دابا عطيتك سكتك صافي كان عندي تجي وصاحبتك حتى هي تجي شنو بغاو ندوروا لي انا الدراري هنايا ديروني انا على خريا ما ديروني ضحكه. والله لا كانت ليكم والله لا كانت ليكم شتي انا راه ما سماتني امي الله يرحمها هو تاعك رحمه الله ما سمات النجوى تعرفاتني شحال النجمه كاينه في السماء وحسبيهم والله يعطيهم لك سخط. ويلي ويلي عشكون ولا يفرق السخط. وليدة ايه وي تفضل. ما طلبنيش اخويا. ما مخاصني مخاص ما اخويا انا الكوزينه واش كتولد ديال ما عن ولا شنو تعقولوا لي انت كتبغي واه صافي خلي دابا لينا تنوض شنو خلي بغيت نقول لك دابا احنا درنا التحاليل فخبارك. لا ما فخباريش فخبارك امي صافي فخبارك فخبارك عارفه انا فخبارك واخا هي فخباري واه باي كيدي تمشي مع ليلى باش تشوفي النتيجه ديال التحاليل. ولا علي بغيتيني انا ولا علي كاين مسكينه مريضة سيرتك كتبقى فيها ضاربه البرد قعبرها هالكا قلت لها شويه حب الرشاد والحليب والسكنجبير باش تبرى. انت ما تمشيش مع عندك سوق العيال ما عندك ما دير لي مزيان اللي قلت لي انا راه اصلا عندي خدمه انا ما نكونش معاكم هنا صافي مزيان الله يرضي عليك سير فما بغيتي سير ويدي لها تهلا يفهم. اه بلا ما تقالك صاوبت تهلا يفهم انا حنا زيرين نحملو على الحجر. ما انا كنعرفك الله انا كنعرفك راه خويا وشنو ندوز عليك. اه انا ما ليناش درت ليكم انا لا تقني منك هبه شي با ولا تقني منك مثلا كون دوزتي عليا الحال صافي انا مشيت انا مشيت ما عندكش ويلي سوق العيال تا هو دخل با ولا منا من الكحل ويلي ولدي مولي وباغي نصوتوك كاينه شي واحد تقول لك واخا ما خدامش كاينه داكشي هكذوب والله تاكذوب
الحقيقه راه صعيب. حاجه اخرى عاوتاني. لا قولي واش بغيتي شي حاجه؟ انا والله خاصني نصحني قسما بالله. هيا شكون هي اللي بغيتك تزوجك بها خالتي نجوى؟ هيا قالت لي ولد قالت لي غنتزوجك بابا كتقلب عارفه تمشي تدور على الحمامات ديال الدروبه كاملين قلب لي على شي واحد. وخاصة تختار لك شي بنت الناس وصافي تكون ظريفه وزوينه بحال. واه الصراحه شي اي واحد يتمنى هذا ولكن ما كنمش انا باقي كنحس براسي بقى ما بقيتش مسؤولية وما قالتش على الزواج وصافي وسمحي لي وصافي. شنو كنت تعرف؟ فهمتي انا عارف راسي ما باقي الوقت انا خويا كيعطيني دابا ديك الصراحة خويا انا باقي كيعطيني باقي كيدور معايا يومين في المشاكل علاش حيت باقي ما بغاش نمشي نخدم يعني فين؟ وين تبغى توصل نخدم واش انت تبقى كاعس؟ غادي تنعم عليها شي جيني برد والله صافي شنو تلقى شيت ياك تفوع على ظهرك هدية اصلا كان الزهر كاع مسدو عليه في قرع بقيت تصوت عليا تما كالرابوس ما تصش عليك ما والو هذاك الطبيب قرا تقرا في الاخر ما قرا والو الطبيب اللي قاري 7 سنين ما عارفش وانتي عارفه خالتي ما عارفه اختي ولدي كي ولد مالو راجل تبارك الله واي حبيبه تمنى باينه الرجله تبارك الله شكون اللي تتعاطي معايا وليت قدي قدك ما تعاطيش معاك ما والو ها كنشوف نشيه كربي سبحان الله بين لي العلامات ديالك ما بقاتش ليلى عاكره وليلى ما كتولدش وليلى شجره ناشفه معك كنتي كتقولي ليها لا لا ويلي تي كتولدي ولدي كيولد كلشي كيولد ما كاينش شي واحد في الدنيا عاقر فهمتي ها باقي ما عطاكمش الله ولكن ولدي راه كيولد عاد داكشي نهار نجي نسمعك كتقولي شي واحد راه عبد الرزاق ما كيولدش انا ري وندا نتحير عليك ونجبد هذوك الشيبات ها وندا نسخط عليك عارفه انا اللي كطلع ليا راه راجلي الله يرحمه ما كنتش كنعقل عليه وخلي الهضره خالتي هدويتي بزاف انا ماشي حد انت زعما هدتيني ولا غاش خلعيني ولا شي حاجه ما غنقولش ما غنقولش حيت انا داك راجلي وغنسترو فهمتي وما غنتخلاش عليه على قبل الاولاد فهمتي ستري يا اختي مالو مرا مالو عذبه مالو شنو وراه معيوب مالوش فين راجل وتمنى اي حبيبه واللي مزغرت على امها غالفحله بنت الفحله اللي تاخذ ولدي دابا ملي حنا الفحله اللي تاخذ ولدك علاش قلتي لي ستريها حتى انا ما بغيتش الناس يضحكوا عليك علاش يضحكوا لينا مالي راه ما كتولديش لا لا اختي الله يرحمك الوالدين لا تصدعوش ليا راسي انت هي كتولدي وولدي كيولد سالينا وها انت غتولدي وعقلي عليها على ما ولدتي جي دفلي ليا على وجهي ولا عود بالله مشطراجي ما خاتش مين غنولد ولا عود بالله مشطراجي من ودنيك ولا عود بالله اعود بالله مشطراجي ما كاينش الشيطان مازال قولي نربيو شي وليد ولا بنيه نديرو خير في دوك الوليدات اللي في الخيريه لا لا اختي انا ما تولدي ليا الا الا ولدتي ليا مرحبا جيبي ليا من الخيريه مالي انايا عندي دار الايتام واش ديري نوضي عمر ليا تاني نوضي راسي غيتفرقع ديتيني عاد داك الطبيب مسطي ما قاريش نوضي قالت لك ولدي ما كيولدش الله هيلا ولدي على من زيناتو في حل تمنى اي وحده هي 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 تمجي هذيك ما تبرك ما كيولدش تولدي من عينك ما طلع حرام قولي لي اش بغيتي داك الشيء ما عند خياطه كيطلع ما عرفش قال لي على والو انا مالك صاحبي صاحبي نعاود لك شو قال لي الهضره ديالنا ما تخرجش من هنا عارفه شي حاجه تخرج شي قلت لك انا غنمشي ولا غندخل في القبل الاولى ديالك حيت عارفه خالتي نجوى طيبتني انت هاكل انت هاد انت هاد ما صاحبش انت هاكل يعني ماشي مشكل دابا ربي يفرج ما تخليني نكمل لك ملي درنا لي زاناليز لقى عبد الرزاق اللي ما كيولدش قلت لي وهي كانت الهضره تخرج من فمك وهي ما بقاتش تقبل ديك الفكره ديال ان ولدها ما كيولدش يا اختي ما نصحك ستري حتى قلتي راه غتولي معاه في شي حاجه شي طاب وشي مطاب انت عارفه اش لاخر لا وحدا في راسك يقول لي سير الطوطه وعيشي حياتك وحدا راس اخر كيقول لي ما تسمحيش فيه كنت في هذا ولا ماشي هذا راه يكتب واخا يكون عاقل غير تولد وحق الله علاش الشيطان واش اللي عاقل كيولد ملاك كتقول لي شي هضره اللي ماشي لوجيك ما حتى احتمال ديال 0% ما عندوش انه يولد والله سبحان الله
قلبي ليا وتصبري كيما قلت لها ديك يعني رحت لها غير الفكره اننا ربيو شي وليد ولا بنيه. قالت لكم لا ولدي غير ولد وانت غتولدي. عارفه كي دايره كتقول لي عارفه هي شرانيه. قلت لي غتولدي هذا ملي قالوا ولد ان قالت لي من السما الدري الصغير ليلى هاكي الحبيبه ديالي يا كلمه ويلي مالكي كديره مالك لاباس عليك بخير عام يا حبيبتي مبارك ليلى بخير الحمد لله عاد عزيزه عليا وحق الله انت خالتي معسك على البال الله باقا ما شكون كديره المارياج بغيتي المارياج اخواتي مريضه ولا بك شي حاجه لا لا عجبتني هاد البنيه بغيت نسمع ديما كنشوفها تبارك الله في الفن انا خالتي تولي ديما كنعاود لها ديما كتشاركي معاها من الصور عزيزه عليا والله الا عزيزه عليا انا والله ما كرهتك ناخذك الاشرف اشرف تيضر ما تحت لا لا اشرف دريويش اشرف ويلي اشرف يدوي مع شي وحده لا لا اشرف مسكين ها جالس ما كيهضرش اصلا خالتي خالتي اللي كتعزل العريساته خاصني نعزل شي وحده نمشيو اشرف جيوك ها حلوات تولدوا لي الدراري والهراري نبقى انا عا نربي ونركب وندير المدرسه ما حد باقا صحيحه شوفي كي حشمه مسكينه ياك ما برزتكم النوض ولا شي حاجه لا راه كذا برزتكم كذا كنتو كتهضروا كذا جيت تشوشت عليكم ياك ايوا انتو تحبوا مع بعضياتكم الا زعما لا بغيتوا احنا محابين توليو لويساتك احنا محابين اش بالك الفن صحيبتي كتشوفي اصلا ولدي لا لا صاحبك كتشوفي بغات نقول لك كي كيجيك هذاك الشهر ما شرف التليفون لا شغلت عندي اصرف خالتي انا ومالو كي جاك اصرف زعما شي تصويره في عرسك والو انا عندي زعما لي عام عندي شي مشكل ما دام ديك ماتل ها ما دخلت بلا متسقيات لا ويلي كيما حنايا الماء شارف ولا غنمشيو نسقيو هي كما في الروبوني واتاي موجود السكر كاين العسل كاين كلشي انت غتعمري نحن اتاي بالكي مريضه شوفي اختي عيالات ولادي على من زيناتهم خالتي كمان بنعمرو انا لا ويلي ما تعمريش شربي اتاي ديال عدوستك حبيبتك انا غادي نوض نخليكم مع بعضياتكم ونسد عليكم الباب بغيتو تقولوا شي كلمه بيناتكم نتوما البنات باقيين صغار غادي تقولوا شحال تعاودوا على رجالاتكم ماشي مشكل شكرا يا اسراء في الهضري ويش مسكين شتي ما كيخلينيش نهضر معاك ملي كنتعا راه كيطلع ليا السكر انا مراسكا كريمه انا غادي نوض لا انا واش كنحلم ولا بصح قال لي بلا ما قلت لها بلا ما هادي خالتي نجوى هادي لا لا هكا لا كنحلم عاود قرصين مالك اح ناري قولي لي يا بنيتي باش كتشربي اتاي خالتي اللي درتي نشرب النعناع شيبه كل شيء كنشربش خالتي شي ولكن الا بغيتي ديرها لا لا ندير لبنتي اش بغات صافي خليك خالتي يا امبوسي سبحان ربي تبشر الصباح بشير الله يا ربي هادشي اللي قالت لي دير ويا بنت الدري ان شاء الله دابا هادشي ما يبغي لا ربي لا عبد واش غنقول لك بنتي هادشي اللي كتقولي لي بعدا انا ما بغاش يدخل ليا لدماغي والحرام هي 70000 ما عرفتي شوفي انت اش غير مرفدي قاطعه من رحمه الله اي ولا قاطعه يد من رحمه الله راه ربي غادي يعذبها في الدنيا قبل الاخره وانت يا ماما نعيط لك غادي واش نقول لك انا قررت ما غنطلق انا بقيت صابره على هادشي وزيد السيد ما كيولدش انا ماما راه طول المده دابا غنولد ولادي شحال قد يبقى صابره شوفي بنيتي انا نقول لك واحد الكلمه الطلاق ديال جبدي حنا ما عندناش في العائله اللي كيطلقوا ديري اختي شي حل راسك اللي يرضي الله ويرضي عبده شنو هذا الحل هو منك لعدوستك هذيك الشريره انا اش غنقول لك انا بعدا الطلاق ما تجيش عندي يا ولا مجيش عندك فين نمشي بيه يعني هي صافي بقاي صابره على المضره ديالك ايوا مالك علاش راه يفرضوا عليك شي حاجه اللي غضرك حتى واحد ما كيفرض على شي واحد شي حاجه ما باغيهاش دافعي على راسك وصافي حتى اصلا راجلك ما داير لك حتى شي حاجه علاش غتوقي واحد الانسان ما كيولدش وراه بزاف اللي ما تيولدوش كيربي وكاين هو ما كيولدش شنو ذنبي انا ايوا انت باغي تلقي منه اش قال لك هو حتى هو اشنو ذنبو حيت عاكر ولكن هو فيه ديفو ولكن انا شنو ذنبي اللي غنبقى صابره معاه
وكنا كنتمو بعدا يعني الدار اللي فيها واحد الجو اللي زوين كاين المعيور وخبات في الارض وفي السماء واحد العيشه متعيشياش. ايوا صبري بنيتي داكشي هي اللي جبدت لك مغرفتك ونهار الاول انت اللي بغيتي. صافي تيتي باش قلت لي النهار الاول انت اللي بغيتي النهار الاول واحد كيجي يشكي عليكم كتبقاو تلكوفي تحكوا على الدبره تحكوا تحكوا. شوفي بنتي انت يا كنتي باقا صغيره ما مجوجه ما والو تابعينك العيلين وتابعك الغير عاد مني تجي مطلقه. لا بنيتي انا ما كاده على الصداع ما كذب عليك. المهم يدير الله خير وصافي. انت فين الخير لقيناه؟ ايوا الله كيدير اللي فيه الخير. انا ودي نودي جيب لي بدا واحد الكاس ديال الماء ولا نودي. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يا ربي السلامة يا ربي. بغيتي نسولك ما كتكحز علينا فينا الماء؟ واش ما لا اختي نبركوشي فوق شي كليباس توسع طعم الله. من قبيله وانا كنسمع فيك كتجبدي في ولدي وانا عاسفه وانا عصابه. شوفي داكشي اللي قالت لك ما انت راه هو اللي كاين ياك اختي. وانت اختي عارفه راسك فين غترقدي؟ عارفه راسي في الروضه والله ما يلقاوش القدر ديالك كوني على يقين. شفت شي اللي كديري فيه راه ما يبغي لا الله لا عبده. علاش اختي؟ على اللي بغى الولاد حرام وعلى الولاد اختي كيديروا من الناس بالمعصيه كيعصيو الله باش يولدوا. والله اللي طفر في هاد الاولاد اللي غنعصيو فيهم الله حنا. لا اختي ما كاينش العصا وما كاينه حتى حاجه الله سبحانه وتعالى قال لك جري عبدي وانا نعينك. ويلا جري عبدي وانا نعينك واش تيك عارفه راسك اش باغا ديري؟ اش باغا ندير كاع باغا مرت ولدي تولد. اي مرت ولدك تولد بمعصيه الله على الشيطان. قول لي بغيت نسول واحد السؤال براسك علاش اختي ما ديريش الشقه علاش تبقى تعطي فيها الحديد؟ ايوا ان شاء الله من فمك ربي مالي ياك الحديد تو مالو عي على الشيطان نجوع وابقى رجلك والقبر. شوفي نقول لك واحد جوج كلمات انا ولدي وولدي الاخر اي دريه تمناهم نوضي جددي بنتك وديري داك الدوار راه الا بغيتي توصلي ليه خاصك كار وطياره وخاصك بوط تلهد. الحمد لله حنا ساكنين في الدور كنخافوا الله. انتي ساكنه في المدينه والجليج والحاله ما كتخافيش الله. ايوا ونوضي اختي نوضي ديها نوضي قبل ما يغرب عليكم الحال. دي بنتك من يدي اللي كتوجعني انا ما قلتش لك باغا ندي بنتي ولكن بنتي ما ديرش المعصيه. ما انا ما كنت غندير المعصيه. اشوف اختي الله يرحم لك الوالدين بنتك راه غنتزوجها. اختي واش انتي كتعرفي اش كتقولي يا نجوى؟ واش انتي كتعرفي اش كتقولي؟ ما عرفتش انا. شوف اختي الله يرحم لك الوالدين انا ما قداش عليك ومريضه وشاربه شي دواء دعيتك الله ياخذ فيك الحق. والله ياخذ فيك انت دايره بحال بنتك الله يعطيكم الدلاله الاولاد. بنتك عاقره باطل الصق عليا انا في ولدي وانا نديرو معاه عام مزيان تولي عاقم جايه بحال العيالات. اعوذ بالله كنكون جالسه حتى كيجي شي واحد يطلع لي السكر. انا لي انا لي انا لي انا لي ما جيتيش غير تفكري في الكبار ولا في راسي. شنو قالتها لك؟ تعالى قالت لي اش كيبالك في هادشي؟ اش غنقول لك؟ انا شي كيبان لي راه حرام وما يبان ربي لا عبدو هادشي. الشي اللي شايف نشوف خطف فيا من طرف الساعه اما ولات كتخربق من والله. واش اللي خاصو شي حل؟ الشي اللي يهود وما يديروش. واجي نقول لك علاش انت ما تهربش اشرف؟ نهرب فين نهرب؟ راه عندي فين نهرب؟ شنو هو المعيشة اللي في القمع من صغري؟ ما قادش براسي، ما قادش على المسؤولية، دخل الجبر كنخاف من بنادم اللي يولي يأذيني، الناس ما كنقدرش نواجههم، كيفاش بغيتيني نخرج أنا؟ شو أنا راه ما نقدرش نطلق، إلا رجعت راه ما عندي فين رجع خوتي وقتلوني، حنا في عائلتنا ما كايناش كاع المطلق. أمي، ما عرفتش كيفاش غادي يسمح لي هذا، عرفت هادشي اللي دارت فيه، العيشة اللي عايشة أنا وخويا. من الصغر وياك نتعدى مازال خويا شوف مازال خويا كان راهي مبو بزاف كان با كيتهلا في ولكن انا اللي كنش معدي عليه وشوفي دابا شنو دارت عاوتاني درت شي حاجه اللي العقل ما تقبلهاش والله ما تقبل العقل. انا شي مرات كنقول كون نصالح مع عبدو وعرف الحقيقه ولكن كنفكر كنخاف من نتاعها
ما دام نتوما ولاد وما حنت فيكم كيفاش غتحن فيا انا وياك ما عندناش غير محق الراس ما عرفتش تبعوا هضرتها ولا ديروا شي حاجه تشبهني انا الموت صراحه الموت على رحمه كان عاوتاني نطلب شي جيره مع سليه كان ما في غير موت ما عجبانيش لا ما كاين والو انا جيت انا في اليوم غادي نرجع اليوم وما دويتش ما تكلمتي ما شكيتي عليا ما والو مناش مشكله استنى زعما تعاودي ليا شنو طاري ما طاريش والحمد لله طار الخير ما كاين والو شوفي كان ما نفهمش من فين تكون دايره وهي ضاحكه ناشطه اليوم ما عرفتش خالتي نجم ولات في شكل لا دريويش كيفاش كيف ما سمعش مويلا ما كنتش ولا دريفه ماكم مقدره بالنبل جاتك غريبه لا ما جاتنيش غريبه ملي ولا طريفه مزيان مزيان الله يسهل الامور الله يسخر مزيان انا مرتاحه بحال هكا وقول لي ما قلتش ليا شنو قال لك طيب قال لك كلشي مزيان الامور تاعهم قال لك داكشي ديال الله هكا كتوقع شنو كتوقع زعما الناس كيتعطلوا هكا في الولاده اه خلاتيني صحتي شي واحد فين ما كيبغيش لا لا الحمد لله بجوج ناس حار صافي مزيان شنو نقول لك والله ما كانش الكاس ديال لويزا 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 باش كشربوها شي ليل بغيتي دابا بغيتي تخلي الاعصاب ديالك تعصبت ليا ما تخسرش هي هي المهم شافتني وهي تنوض دماغها باش كانت تقول لك لا انا مطلع تجيب لي كارت لويزا شو تصايب لي كارت لويزا كارت لويزا قالت لك عليا والو زعما اش قولي لها قلت لها وليتي مزيانه علاش خصها تقول لي شنو خصني نعرف وما انا يا خويا خايبه نا وهذا واش ما خصني نعرف هاد الوالد شوف انت واش خاصك تعرف ولا لا ويلي دا مالو انت ما عرفتش ما عرفتش شي اشكال انا يا ويلي اخويا عامر كبيره طالع عليا السكر راسي غادي تفرقع عليا الله مريضه انا مريضه خو قهرني فاقصني ما بغى يدير حتى حاجه في حياته ما بغى يتزوج ما بغى يخدم ما بغى يدير حتى حاجه انا مع خوك خليني مع خوك ما تزيدنيش انت همك الوليده ما فهمت والو انا داوي معاك في موضوع تي داوي في موضوع ما جيتش ولا شي شكل دابا هادي تدخلي وتخرجي في الهضره عليا كلاباس الوليده والو بس انا والله لا مع امور الدنيا شاطانه هي المخ ديالي مشيت مع ليلى مسكينه على الطبيب قالوا لك امور تمام ان شاء الله دابا تولدوا هادشي راه كيوقع بنادم ما كيولدش دغيا اه قالت لي بلي راه قالت لك ايوا مزيان قالت لك هاد الهضره علاش واش كاين شي حاجه خاصك لا لا راه كيسحب لي قالت لك اصرف كان دار اه كان دار وليده اخويا راه نعس نعس صباح على خير يا ما ندير ولد خلينا نتسرح انا اكستر ديالها تعرف انتي سرك ربي صافي حتى راكم ما كنتيش في الشكره ما نعاودش لك لا عرفتي شي صاحبتي ايوا كي غادا مع نجوى شويه هذا جوى كي غادا مع نجوى راه انت عارفه بحال راه معروف راه عسكري عسكري لا لا اختي العسكر كيف والو قدامك يا مي بانو اختي راه شي حاجه اخرى سلمى العسكر والله يدير تا ولدي الخير وصافي
عاش غير هو هاد الايام ما تمالك عاشي نفسي كنحسبها مخربها ما عرفتش يمكن دار لي المعده ولا شي حاجه عشان كرب صافي بس شوف الطبيب الطبيب واش هادي اللي كانت المعده راه حاله معروف وجيت شحال هاد المعده خاصك تاكدي تاخدي لي اكزامبل ديك الساعه واش هذاك شي ميديكامو واش هذاك كاين شي مشي لي حمليش اولاد مالا كيما يكون بالي مخبي عليا انها مريضه وباش تقول عليا صاحبتي نعطيها لك الولا بغاتها ماشي مشكل دابا كيفاش بان لي حامله ياك عبد الرزاق ما تيولدش دابا هو ما تيولدش وهي حامله كيفاش ناري عندك يكون اشرف الله على الريحه هي اللي غنتغدى انا وياك وعبدو غادي نتغداو حنايا السته ديال الناس ايوا السته ديال الناس انا جايه دايزها كنضحك معاك ما غنتغدى معاك ما واش كل هاد الناس اخواتي كيفاش عندك عائلة راجلك لا عائلة راجلي غادي يجيو حتى السيمانه الجايه جايه عندي صابرين وامال دوك يا صحابات اللي كانوا كيقراو معايا في ماتيريال دقيق بزاف لي ديال صحاباتك اللي ما بغاش يفوتوك تزوجتي وباقي تابعينك الله يستر يا ويلي يا ماما صافي انا تزوجت من بلوك صحاباتي عرفتي هذوك جوجات ما كيدخلوش ليا الخاطر والله يا ماما الله حرام ما عندي ما ندير لك شي اللي عطى الله شوفي شوف هذا الوقت تزوجتي يا ويلي ماما علاش كل انا كيعاوني على الباك وعلى قرايتي من غيرهم انت قلت لك كانوا كيعاونوك على الباك دابا تزوجت وبقى لا باك لي حزان ودابا ديها في راجلك اطونسيون دابا فيهمش الثقه كلهم غدارتكم ما يسواوش بغيت غير نعرف اش علاقه البنت تزوجات انا تفارق مع صحاباتها علاقتها انا كندخليهم عند راجلك كيشوفهم البنات غدارات وراجلك الله يعمرها دار وعاطي العين وطولوا الجريده شنو زعما يضروا به وعرفتيش ويلي راه الخوت كدور به يبقى غير صحاباتي يا ويلي ماما هو كل كان باغي شي وحده من غيرها كل كاع ما يتزوج بيا راه واخا ما يبغيش راه هما يخلوه يبغي بالزمن حتى توريني راه هما العفريتات راجلي راه ضعيف ضحكه من هنا وكلمه من هنا وغيروا لي دابا خليك كمل لك غير زمان ملي تزوجات ومشيت لعندها علاش هي ما قلتيش ليها لا هي تزوجات بعد مني اذا انت انا ما مزيانش على هذا الحساب كتمشي بالقاعده وكتجي ما تمشيش بالقاعده لا اختي انت كتجلسي تغداي ويلي 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 حرام احسن ما ياكلوش حرام عليك يا ماما ما ياكلوش نفسي يقول لها جيب سندويش وتغديتي ويا ونضي نايله وصافي يا ماما يا الشيطان قلتي هذا هي كانت صيفطيني دابا واخا وديري بكلامي حيت تخاف تقولي عليهم البنات سمحوا لي ما بقاش ليا الوقت نعجل ماشي مشكله حبيبه تبارك الخير تبارك الله على الطواجن صيفطي وانت يا اختي حداقش لا لا صافي هو حتى الزواج نتيا ما علمش يا اختي العقباليكم خساره ما عنديش خوتي والله ما تبقاو بلاش ياك يا اختي كنتي معايا فين كنتي متعرفي كاع طيبه شوفي ما كتعرفيش تزوجت وهي تحداك عقلتي باش كنا في البيت ومع بعضياتنا كان ديما تقول لنا نجيبو طاكوس وحق الله نوضي نوضي طيبين لنا غير اومليت والو لا كتقول لك ما كنا من الزنقه حتىكم شكون تهضروا قدام عبد راني كذب عليكم راني كنتحادك ياك نحق نداك ويلي شتي كاملين في الهوا سهوا سيري والله لا عليك وكلوا يا البنات احنا غادي والله ما نبداو حتى تبداي نبداو مجموعين يا اختي شحال فيك تشجع الصوار القاعده يلا امل هادشي هذا باين بنين باينه في زوين اول حبيب ديالي جا هاي 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 كتبداو بلا بيا السلام عليكم وعليكم السلام يا سلام على طعام اش اخبارك الحمد لله حبيبه سمحي لي ما عجنتش لاباس عارفه كتب الخبز ديال الدار ماشي مشكل الزين ديالي اي حاجه درتيها زوينه اوكي كنتي قلتي لي ما نخرجوا الساعه اللي جا عند البنات سالات الخرجه حتى غدا نخرجوا انا وياك مرحبا بالبنات ربي يخليك ترحب بك الجنه خويا عبدة ما الله ليا فشي ما ولا والو ما فهمتش يدك عامري ما عرفتش واش راه والو الله يرحمي بالزبان وخرجت انا غفله من الخدمه كاع ما فكرت في والو ضروري يجيب معاه شي حاجه ليا اليوم ما عرفتش علاش جاب يدي خاوي على اساس عدى الضياف ايوا صبح اللي ما يسهى ولا ينام انا عوضك حبيبه اجي معاك الله يخلف حنا غادي نمشيو دابا وكملوا معنا الغدا لا صافي هاك بولا صافي شبعنا وخليكم شويه لا لا والله الا شبعنا بقاي بوحدك معايا والله تشبعكم
ويال فلكي عطي ربي اللي ما عنده دراسه انت هي عندك الحق يا اختي حسدتها ما نكذبش عليك انا مكرهتش انايا انت صاحبي شي ما كرهتيش شي عايشه ديك العيشه الزوينه وتبوزيق انا راجلي حبيبه كي عامله حتى دريه صغيره يا اختي داكشي اختي ما يغضكش داكشي غير تبوزق الخوات تصاور شي تشيه مش دغيا كيسالو كيبان الصح هو هي راه كيبقى الكرموس ولكن شي العيشه الزوينه اللي عايشه والله لا بقى ليها والله لا بقاش عايشه بالله خرجي لي في امل ما نخافش عليك عارفك اش كتسوي ويلي ضروري اختي بحال داك الراجل عندك والزين انت خليني نكمل هضرتي يا صاحبتي القلده والزين والوقفه تمناه كل وحده تقول لاقيه في جوميه ترى عندها واحد الظرف حنا ما عندناش ايوا الظرف كيعطي ربي الخيبات الله يعطيها الخير قولي لي عندك شي خطه باش وقولي لي بعدا انتي قبيله فاش دخلتي الطوطه اش دخلتي كديري عارفه كنا مرودة واش كتعرفي عليا خديت ليها تريتيا انا الجني خاف من السلامه الشيطان يقلبي لك انتيا بغيتي تقلبك الله شوفي هذه غتخليها عندك انتي اللي غتقدري لها المسائل ما نخافش عليك ويلي كوني هانيه ولي ولي من الصباح حنا جالسين كان هذا الكرة اللي كنطيفو فيها باش نمشي ويلي ويلي ماما مازال ما فكرتيش في الموضوع اللي قلت لك عليه شنو الموضوع قلت المواضيع الداخليه راسي انايا يا قلت لك لالا بلي انا وعبدو ما عندناش مشكل تجي تسكني معانا لا خويتي خليني بوحدي مهنيه محترمه راسي اش تمشي نسكن مع نسيب مالي ماشي عنديش دويره لا هانتي هاد الدار هادي كريها وصرفي منها وش تسكني معانا غرارين عايشه سيري كريال ولي جالسه معاكم ولي راجلك كل مره ينهزرني من قنت لقنت خليني في دويرتي مرتاحه فقت وقت ما بغيت نتغدى وقت ما بغيت نخرج وقت ما بغيت ما حاضني حد ما مقابلني حد سيري فوتيني الله يتوك الخير انت وراجلك ماما عبد سميتو عبد الرزاق يبقى خدام انا ما كنبقى بوحدي في الدار سيري ولدي لي يا ولدي لي باش توانسي معاه ما تجلسي في الدار بغيتي مويتك هادشي اللي جاي عندي جاي عندي شوفيني ضحكي معايا جو عندي الجمعه جينا صاوب لكم بصريه كسكسو ولا الرفيسه اللي كتعجبك الدجاج البلدي بارك عليو خيني معززه مكرمه في داري واخا لا لا ماشي مشكل ولا كانت شي تسافر تمشي معانا سي هي لا مازال تسافر ولكن شي بلايص زوين غير البحر انا عرفتي ما عنديش مع البحر ديوني الشاوي شوفي كاين داكشي ديال الافلام ديال البنات لالا منانا كيعجبني تمايا الشمال شوف الشاون ولا ما عرفتش الشاون صافي بلاتي ولي ليا هذيك هي امنيتي يا كتو غادي سيمي عليا الو سلام لاباس عليك انا عند ماما سلمي عليه الو ولدي لا بس الحمد لله انت بخير ربي يخليك يا ولدي الله يحفظك ليا لا لا ولدي والله الا مع الوقت صافي ايوا قربتو تديرو شي تصافيره قالت لي شي ما قربتو تاخد الكونجي واخا ان شاء الله دابا ندوز ان شاء الله دابا ندوز قولي دوز لعند يدي شوف قالت لك شي ما دوز عندها ترى قالت ديها معاك في العشيه تبقى معايا حتى تغدى معايا نمشي دابا ترى شوف لي جي دابا وكنتو تغداو مجموعين صافي يلاه انت دوز من الخدمه وجي طرقها العفريته بغات قاعد تجلس تغدى معايا يلاه خليتك على خير ولدي ان شاء الله دابا ندوز سلامه ولدي اش دخلني انا في ولاد غير الاولاد قولي لي بغيت الحفيد بغيت اش دخلني في هادشي انا عادي مالاش فيها خوتي بعديني من السوق كنتي وراجلي خليني في الثقه انا وياه محترم زيدي 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 شي واحد يشوفني زيدي على داك الشيء على داك الشيء شي شقيه غنطيح حدا ليا العك حدا ليا العك صاحبتي حدايا حدا ليا العك صاحبتي انا كنحفر او مريم تشدني الخرعه الساطه وشفنا شي واحد مشيني فيها وصربي كتحفري بحال كتحفري على بيت شي انا كحضي ليا شرحتي ديك حضي ليا غير هكا صاحبتي حضي ليا غير شي نهار نبحر واش ماشي سمح الدراجه جاي سربي سربي امل ليتي القرا صاحبتي تي مالك صاحبتي درتي لي الطياره مالك الطياره شي غيسمع صوتي غيسمع لي شي حد بغيت بغيتك العذاب شي نتيا انت اللي غتخرجي عليا وغتفضحي غندير والو طيحيني العجل ان شاء الله شعره غيطيح وغتعيش اكفس عيش
فاطمة عبدو مالك حبيبة؟ عبدو صريبو 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 حيت الكاس كنتسمى عبدو فين هو؟ ناري عبدو شفت واحد الحلمة خايبة بزاف فين هو الكاس بلاتي نجيب لك الكاس صافي صافي خليك معايا بقى معايا هاكا مالك حبيبة؟ واحد الحلمة واحد الحلمة خايبة خايبة بزاف كانوا كيحبسوا ولكن علاش حبسوا علاش وعلاش انا شكون حبيبي اللي حبس شكون حبيبي شكون حبس شكون شوف انا ديما كنحلم داك الشيء زوين من نهار اللي تزوج بك ما عرفتش هاد الحلمه علاش حلمت بها انا شكون انت ارتاحي واحد 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 جوج كانوا لابسين الكحل وبانوا لي بحال حبسوا شي حاجه ما عرفتش القفص ولا ما عرفتش خير بزاف شحال ساعه دابا شحال لقيت برا النعاس انسى شوف نقعدوا نتفرجوا شي فيلم ولا شي حاجه ندير ندير انا حبيبي راه باقي شوف انا باقي الحال باقي يلا ثلاثه اه اطلق لي القران اطلق لي ثلاثه انت الان ان شاء الله غادي تنعسي مرتاحه جيب لي جيب لي شريبه جيب لي شريبه وين هاك دير القران يا ربي يا ربي شكون يا ربي يا ربي علاش تصوت عبدو ما تعطلش ماشي مشكل انا بغيت نقول لك راني غادي نمشي انا راسك كتعرفني في راسك حيت ما نعسيتيش حبيبي المهم انت ناسي وارتاحي لك مع راساتك اللي ما رجعت صافي وشنو غدير في الفطور ناكل برا سمح لي عافاك ماشي انت جايبها في راسك انا راسك اللي شدني الناس صافي ماشي مشكل انا ريحني يلاه نخليك دابا شوف جيب لي الشوكولاتة والحليب ساهل صافي واخا يلاه بالسلامة سد معاك الباب وخلي لي مصروفي 50 درهم سلام خويا عبدو كيداير بخير بخير ليك عبدو صافي بخير ديري شي بروغرام صافي لا لا اجي نشوفو شيما لا لا ما درتش شي بروغرام اجي نشوفو شيما صافي حنا شفناها واخا اختي انتي أولي شوية ونور عافاك توحشوشينا مزيان داروري صاحبتنا حتى هي راه مريضة ياك لاباس غير حطت ليكم على العوج ماما اللي شفتيما صبحات مريضة مسكينة والوحدة هي اللي تهلا في راجلها بصح ما علينا مزيان ملي جيتوني باش تونسوها خليتها مريضة وبالي غيبقى مشطون معاها صافي ياك ما حاملة الله يعلم كتوحم الله يعلم اختي الله يعلم ايوا نمشيو نشوفوها سير ادخل ايوا الله يجيب الشفاء شهيما والله يديك عليها خير حابسينو ما خاصوش يبقاو حابسينو عبدو طلق مني طلق مني طلق مني طلق مني ركبي انا شيماء ركبي انا حبيبي صافي 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 خاصنا يلا معايا نمشيو نحلو انت شوف انا راه عاقل على البلاصه صافي انا معايا نمشيو نحلو طلق مني زعزب واش كتبغيني زعزب واش كتبغيني زعزب واش كتبغيني ما خاصش كتبغيني يلا مشيو يلا مشيو شنو ما تخليناش غادي ولكن غادي نحل ماما مرحبا السلام عليكم السلام يا ربي خير واش غادي شي راسي تخربقت انا تخربقت واش انا ولدي سد تصوري معايا خالتي سد عليها في البيت وكلشي كان اللي سمعته وانا عارف سير كابلي تحشوني كيفاش وقع ولدي هادشي كيفاش كنت فين قال لي هادشي
شفتي فين كان مخبي هذا الشيء بنتي مسكينه قولي فين كان مخبي هذا الشيء بنتي هذا الشيء خالتي اش بدا واحد النهار انا ويا ناسي اتفق مع ثلاثة الليل الله يرب الله على بنيتي كتقول لك حبسوه ما حبسوه حبسوه ما حبسوه ديك الليله دوزنا بالقران الحمد لله كملت العاس الحمد لله بعد السيدة المهم كتبان لي شوية ما هيش ولكن كنقول راه صغر عادي يمكن كتوحم يمكن تجي اليوم من الخدمة كنلقاها غادح فيها انا الله يا ربي الله على بنيتي فين كان مخبي لي هذا الشيء ما عرفتيش هذا الشيء كيفاش وقع انا قلت لك هذا الشيء اللي عارف انا ديك الليلة علاش بلا سبب ياك ما تخطات شي حاجة ياك ما مسات شي حاجة ياك ما جا مس في الليل ياك ما كتنوض في الليل للطواليت ولا شي حاجة ما عرفتش انا بنتي شنو وقع لي كذب عليك انا والو انا ديك الليلة هي اللي من تما بدات شي ما عجبانيش ما عجبانيش كاع ولكن كنقول صافي راه دابا تنقص دابا تنقص يعني يا وليدي داكشي صعيب شنو هو خاطري صعيب عندك تكون تمست ولا سحر ليها شي حد ولا شي حاجه نتوما رجال ما تعرفوش هادشي شكون بغى يسحر ليها شي ما ممكن تعادي حتى شي واحد تبقى تعادي راه واخا ما تعاديش بنادم يعاديك الوقت راه خياب زاودي راه ما بقاش الثقه احفظ وصافي والله ما خيرتش انا وليدي انا راه اتصلت بك اليوم رحت باش ما نبقاش مشوش على شيما اي وليدي المهم بغيتك تجي تجلس معاه نجلس معاه وليدي نجلس مع بنيتي كبدتي هذاك نجلس معاه وليدي يا ربي غتشافيها راه كنقولها ما تثقيش في عباد الله ما تثقيش في عباد الله ما تاكلي مع حتى واحد ما تمشي مع حتى حد راه الله يستر هذا الوقت خيابت بزاف شي ماشي ما كتكون مع حتى واحد ايوا كيفاش وقع هذا خصنا نعرفوا الشيء اللي مشكل كما كانت شي ما كتاكل شي مع صحاباتها كتقول لهم اجي كلوا عندي نتوما انت قلت شي صحابات انا شفت ديك الصحابات عندها بعدا ما كنتيقش فيهم انا اصلا الله يستر لا صحابات عمرها ضيفات عمر لا ما عرفت يا ولدي ما عرفت والو خصني نمشي نشوف فين هي بعدا راه سير تشوك غنمشي نخرج يضرب لي شويه البرد المنظر اللي شفت اليوم انا ما عجبنيش ديال بصح نمشي نشوف نمشي عندها وليدي نمشي نشوف نيتي كبرتي يا ربي تيسر يا ربي دير لي الشو ديال الخير يا ربي بنيتي الله يا حبيبتي الله ماما يا ربي الله هات غنجلس يا بنيتي الله ما نجلس هذا بنيتي بقيتي الكبيده ديالي بوسين كي بقيتي الكبيده شويه مالك بنيتي شنو وقع لك ماما شفتي عبد شنو دار ولكن كيسد عليا ماما في بنت نعاس واش هذا تسطى ولا مالو بنيتي راه خايف عليك ماشي كيسد لك لا شي حاجه اخرى قولي لي مالك بنيتي شنو وقع لك كيتي شي حاجه شنو وقع لك بنتي جي لي الصراحه انا بغيتك ما تخبيش عليا ماما عاودو مخبي عليا شي حاجه انا كنقول ليه هما سادين عليا يلاه نفتحوا وهو ما بغاش اشنو دار صدق عليا انا اش غادي تفتحوا اش غتحلوا بنيتي اش غتحلي باش يفهم ونفهم حتى انا وانا نمشي نحل لك بنيتي ماما ماما سمعي انت دابا انا حلمت واحد الحلمه هنا في هذه البلاصه هذه انه واحد جوج ما عرفتش كيفاش نشرح لك ولكن جوج كحلين في الكحل لابسين شي حاجه في الكحل شي حاجه سدوا عليها انا مع كنت خايفه في الحلمه انا شهدت على ديك الحاجه شي حاجه متعلقه بيا عبدو ملي عاوتاني صدق صد عليا انا بنيتي هو راه ما فهم والو خافك ديري شي حاجه في راسك صافي انا اللي غادي نشوف المشكل حتى الكوزينه ما كيخليناش نقرب لها واش انا غادي راه خافك بنيتي تشري العافيه ولا ديري شي حاجه ولا تهزي شي موز دابا تي بنيتي راه ماشي هي هذيك راه مريضه يا حبيبه ديالي داك الشيء لا ماما هو في الاول شنو كان كيقول لي بلي هو حنين في البنات وبلي عمرو غادي يسد عليا ودابا شنو تبدل والله بنيتي تنكوي مجيتك عرفتي ملي جيت نهضر انا وياك قبيله بقى لي غايب كي مسكين قال لي ما عرفتش ما ندير ليها اللهم يسد عليك بنيتي شوفي ماما نسديني معاك ماما ما بقيتش بغيت نقلها يا بنتي انا غنجلس معاك تهني ما نخليكش كي معايا نجلس معاك شوفي تولي تنعسي معايا انت يا ماما نعس معاك حبيبي صافي كبيتي الله يا بنتي الله فيك كان مخبي لك هادشي حس بيا الله ونعم الوكيل الا كان من عند الله مرحبا الا كان من عند العبد الله ياخذ فيها الحق حبيبه ديالي صافي كبيتي صافي داك الفقيه عطا دقته صحيحه وهي عندك الحق واخشي داك مولاي بشعيب لا طاكسي وكرويله ويلاه يلاه تماتنا بعدا ما مشاتش الخاو وي السلام يا عبدو كي داير بخير السلام عليكم السلام عليك بخير لاباس بخير صافي الحمد لله كي دايره شي مسكينه كيبقات الحمد لله بخير عبدو كي داير بخير لاباس عليك لاباس اختي غبرتي توحشناك ما الا غبوراتك توحشك الخير اختي المهم ديما اختي شفتكم
فرصة سعيدة. اه تحلى الشرف. صافي مشيتي سلامة. اي على القلدة الجديدة. مات شتك تحليتي مات. يا اختي حالف بحلوفي وانا ذا ماشي حريزية حظة الا مديت ولا وخليتها. الشريفة. وخليتها ومشرضة في السنة. اه وعاي انا وياك متفقينش على شي امال. قلنا ما غنديوش لها الراجل قلنا بغينا غير تفروح وشعر هيطه. كيفاش اختي ما متفقش على هذا الشيء؟ انا متفقش مدخله معايا في هذا الشيء نهار الاول. انا اختي قلت لي غادي تفروح وسنا اختي بسلامه. ايوا بسلامه يا الله. ايوا صافي قالت لك ايوا ما متفقينش على خوافه. يخ محزمه بالخوافات ومحزمه بالشيكي والبخ صحاب راسي محزمه بوحده فحله. ما يبكي لك اشفرك وما يحك لك ضفرك راه كيقولوها. ولكن والله لا بقى ليها رجع عند الفقيه اني تي قاد دير شكون شكون انا اللي راه دقان. سلام خالتي. سلام بنتي كيدايره بخير؟ لاباس الحمد لله. دانتي بخير؟ نقولوا بخير. دخلي. شكرا. علاش جايه عاوتاني؟ دخلي ربي يخليك خالتي. المهم خالتي بغيت نهضرك في واحد الموضوع كيبقات بعدا شي شويه شي باش الموضوع واش تهضري معايا فيه. شوفي اخواتي داك الشيء اللي طرا لشيما راه انا ما عليا حتى شي حاجه وما عندي فيه حتى شي دخل. كيفاش ما فهمتش؟ اشطر لشيما هذاك اشنو هضري. شوفي اخواتي الحاله النفسيه اللي فيها شيما السبب ديالها هو السحور. ولكن شكون سحر بنتي؟ انتي سحرتي ليا اخواتي ماشي انا والله ما انا. شكون مالي اللي زيدتني ولا عمرت لي راسي بالتوسويس وقالت لي باش نفرقوا هي وعمتي حيت هي باغا عنده لا هي حرام كنقول لها صحابات راه ما فيهمش الشيء. ما خلتي عليها شي معزيزه عليا. معزيزه عليك والله خلتي ما حطيتي انت في شي حاجه. انا ولكن مشيتي معاها. قلتي انا اللي كنت في الهاويه والله ما عليا شي حاجه. الهاويه طيحتها بنتي في الزوبيه والهاويه ياك ياك كافره بالله ياك. ما عليا شي حاجه. انا بغيت شي ما تشافها وترجع كما كانت. تشافها وتعيش مع راجلها. كل ما جيتيني قلب دار بنتي. واش ندير شي حاجه برجليها؟ وليش اش طاوعتي امل؟ خالتي راه عملتها هي صاحبتنا وبقات كتوسوس ليا وقالت لي ما حملتهمش يعيشوا بخير وهادي. بالتالي يا بنتي ما كاتبك حتى دوك الصحابات ما فيهمش الثقه. قالت لي بغيت نفرقهم. ما كيخيبنيش. ما عجبتهاش المعامله اللي داير عبدو مع مرته. حيت مهمه فيها. ايه. وتا هي نية بنيتي مسكينه تجي وتدخل فيها. سحرتها خالتي في المشطة ديال الشعر وداتها لها خدات لها الله يا ربي الله على بنيتي الله يا ربي الله. غتوريني هاد المشطة. وقال خالتي انت عطيني لامان ديري عطاك لامان الا وريتيه واش غادي نديك لاديك ديك الطبيب قولوا ما خاتي ما عليا شي حاجه صافي بغات توريني. اه نوريك كلشي كلشي نعاود لك كلشي. عاودي ليا انا وامال فاش داك النهار نتغداو مع شيما. هي فاش رحبات بينا وهادي باش بيكم كتقولي فيها واش حنا جابتها ورحب بينا تاكلوا فيه شي غدير واش بغينا نمشيو. انا مشيت للطواليت والمشطه ديال شيما كانت محطوطه في البلاكار. واش درتو؟ هزيتها. ديري هزيتيها انت غير تصحك هزيتها ودوتها في كلينيكس خبيتها في صاكي وهزيتها معايا وقلنا شي بسلامه ومشينا ودوينا لتحت. قلت لها انا شنو غنديروا شنو غنديروا هي قالت لي شنو غنديروا شنو غنديروا. انتي عاونتي خرجتي خرجتي الشيطان لعب بيا انا ما عنديش شي حاجه. كافره بالله ما تخليتي هذيك الكوتشه حرمتي حاطه عينك على عبده. لا خالتي انا مخا وكاك بقات ودعيتكم الله ما سمح لكم دنيا ولا اخر. بنتي كانت كي الورده رجعتوها لي مسكينه بحال مسطيه. ان شاء الله ديروا لها الرقيه وغادير الرقيه وغاتديني نشوف داك الشيء. عارفه فين دفنتوه؟ عارفه فواحد الجرده كبيره كاينه فين. ايه كيفاش بالله واخا واخا ولي دركي كماتك. نولي دركي كماتك واخا تشوفي بنتي الله يشوفك الخلا. خرجي سدي معاك الباب وقولي على غديدي. ولا اللي قلت لك شيما ها اللي قلت لك شيما هذيك ما تثقيش في الصحابات راه كلهم غدار كافرات بالله راه ياكلوك وينهشوك ويضحكوا في وجهك. ويلي على غديدي الله على بنيتي الله فين كنخبي لك هذا الشيء يا بنيتي الله. اكسيون يا بنتي الله فين كنخبي لك هادشي. هادشي واش خرج من صحابات انت ما صحاباتي اللي كانوا معايا عاوني. جيتي يا وليدي بخير؟ لا ما بخير والو وليدي ما بخير والو. مالك لاباسك؟ ماشي ما طراتلهاش حاجه. ما طرا ليها حتى حاجه هي غطرا ليا. هلا يورك اش وقع لبنيتي. شنو جيت عند الكفره بالله ديال صابرين صاحبتها هلا يوريك اش عاودت ليا. عرفتي بنيتي اش وقع ليها؟ داكشي كله تحت ديك الكافرات بالله صحاباتها. مالو شنو داروا لها؟ داروا لها داك السحر الاسود اللي مدفون كافرات بالله. هي كتيق فيهم والاخرى ضربتها النفس وجات. اما الاخرى غنشدها طجات يخرجوا عينيها. ديك الصفريطه هذيك حساد معاها ولا اخر. هذو خصهم البوليس. حتى شنو البوليس الاخرى قالت لي عطيني الامان عطيتها الامان عاودت لي وقالت لي غنديك نوريك فين.
عطيتي الامل. ايه دايره لينا شي من هاد الحاله وانت خالتي عطيتي الامل. وراكم ما عطيتيش الامل ولا عاودت ليا، راه باغا تعاود تكذب ليا. تعطيني الامل، تعطيني الامل وعطيتي الامل وهي تعاود ليا. الله يلا بنيتي الله مسكينه شي اللي لقاتهم فين المسخه وفين مشات حرام مشات. وراتني فين، وراتني فين، قالت لك فين؟ قالت لي دفناه واحد الجرده قالت لي منسيه كيمشي لها حتى واحد. شوف طلع حرام كيفاش بلازو لها الزهر ديالها ديال المشاكه ديال شعرها، وكيدخلوا لدارها وكيديروا ما بغاو في دارها. ها اللي بغا يتق صحابات في الدارات. حنا اش خصنا نديرو؟ باش نوض يلاه نمشيو انا وياك نفكوا لها داك الشيء باش ترجع بعقلها مزيكينه. نوض 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 سير، انا غنمشي لعبتي ونتبعك سير. ها راجل لعبتي راه شتها سير. لا دابا بغيت يسد ليا السنسله. يعني فين كعبدو؟ خلا وليدي خلا وليدي عبدو. فين كنتي؟ شيما بغيتي؟ باش كتحسي؟ الحمد لله شويه عادي. ما قلبي حدا انا بغيت غير تسد ليا السنسله عافاك. فين كنتو؟ ماما اش كديري انت بعدا هنا؟ لكن غير خارجين. ها جيت نشوفك اجنيتي، توحشتك وجيت نشوفك. مشينا 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 شفنا واحد المحل. صافي واحد المحل بغا يكريه عبدو. هاتي شعري ولا كطيح ليا في راسكم. بغيتي عندك الضو غادي يرجع لك في الماكله. كلشي غيرجع لك في الماكله. زوينه ديما غتبقي مخبيين عليا شي حاجه. لا لا بنيتي ما مخبي لك حتى حاجه. كنا مخبي على شي حاجه؟ لا كنتي مزيان حاسب راسك مزيان. انا تاخر الحمد لله بنيتي الحمد لله. جاتني زوينه هذا اللي كنجيب عليا عبدو. سعيد ميلاد ديالك عقلتي عليها زوينه. صحتك يا كبيتي. اسي عندي واحد الاحساس غريب ياك ما مخبين عليا والو. لا لا بنيتي واش غنخبيو عليك؟ هو مخبيش عليك علاش غنخبيش عليك؟ مالك؟ حمدك يا رب ونشكرك. حمدك يا رب. عرفتي خالتي شنو نديرو؟ شعشيو تخرج. لا غنمشيو غنضربها بالسفيره. صافي مزيان. اصلا الدار ولات خانقاني. صافي يلا نخرجوا نبدلوا الجو. واش دير راسك؟ ديري حويجاتك يلا ونمشيو نسافر. واش مخبين عليا شي حاجه؟ يا انت مخبين والو. ويلي هذيك مفاجاه بغى يخرجنا. صافي ياك واخا شعرك طاح صبقى معايا. كنتي كتقول لي انا كنشغل شعرك وغنداوي لك شعرك. قال لي شعرك حتى لهنايا بحال ديال العوده. حتى هنا صافي صافي يلا وجدي راسك. يلا بدل الحوايج. خليني معاه سير. خليني معاه سير. الحمد ديالي صافي بنيتي. الحمد ديالي الحمد لله. والو بنيتي راه هو فرحان بك من شافك بخير وعلى خير وناشطه. وقال لي غادي ندير لها مفاجاه نديها تسافر. عسي اليوم قبل ما يخرج مولف كيسد عليا البيت. اليوم كاع ما سد عليا البيت ديالنا. لا راك انا راده شويه هكا صافي. بنتي ماما اش غادي نلبس؟ لبسي لك الكسيوه اللي كتعجب عبده. شتي ديك الغوزيه؟ يلا واش دير راسك انا كيما كيدير يدخل. راكي عارفه الباب ديال الزنقه كيتسد حتى هو. ماشي مشكل. كيدير انت بخير؟ الحمد لله. كيدير انت يا الله يدير كلشي بخير. كيف داركم؟ الحمد لله يسولك بخير. كيدير خالتي لاباس عليها؟ الحمد لله اختي راهي باقا كتعدي. يا اختي اش نقول لك؟ هاد المرض عليك ها راه شاده الفراش ما تنوض ما والو. اي والله يجيب لها الشفاء ان شاء الله. امين الله يدير شي تاويل ديال الخير. وزيدي زيديني نقول لها راه فاطمه زهرا جات وجي بركي معاها وشوفيها ومي تعاودي لينا اختي شويه نتلفوا الوقت. وياه يلا مزيان. وزيد اختي مرحبا بك. زيدي دخلي. جلستي سكينة ناعسة. ويا اختي انت تشوفي حالتنا بحال شي جو التهاميد. اختي ناعسة لا رجلي لا يدير الله يستر ما كتحرك والو. حنا كنعديو معاها وصافي. الله يجيب لها الشفاء ان شاء الله اختي. لا ما تبقى حتى عويناتك ولا ما تشوفيهاش كاع. وهذاك الشيء اللي كاين اش غنديرو اختي؟ منا حنا عندنا منا 10 راه حنا نهزوها بسناننا اختي. ما عندنا ما نديرو. هادشي اللي مقسم علينا الله. هذا
داكشي اللي كاين اختي الحمد لله. كدير انت بعدا بخير؟ الحمد لله حنا غاديين. ما تطلي ما تعيطي ما تسوي. الله يا اختي فين غنطول؟ انا كتشوفي امي حالتها كي دايره وانا غب وحدي، امي مريضه مسكينه ما كاينش اللي يبقى معاها. عارفه يعني راه انتي اللي خاصك من الواجب عليك تجي كل مره تزوريني. اودي ما تجيش عندي، انا نجي عندك. عا سولي فيا في التليفون. ايوا اختي جي عندي وطلي عليا وسولي فيا. ايوا بعدا راه يبقى بيناتنا التليفون. ايوا ضروري يا حبيبتي من التليفون. شي الحمد لله ملي داروا لنا التليفون، شكون ما كانوش التليفونات كنا ما عرفتش غندير. تيايا ما دايرين بيه كاع الطايله، راه عندنا التليفون عم حطوط اختي، شكون اللي سول فينا ولا حاشاها علينا؟ ما كاينش الله يحضر السلام، عندنا التليفون بلا تليفون. حيانا في الفيلي زعما ما كتعرفي حتى شي واحد. يا اختي ما كنعرف حتى شي واحد. شوفي مسكينه حالت امي توريك، بقى ليا هاد الواحد انا هذه فين غنخليها؟ نخرج ونخلي امي بوحدها؟ انت كتشوفي جالسه تيحل علينا الله. ايوا اختي الله يجيب لك ان شاء الله دابا، ربي يجي ود الناس ويعيشك حتى في الرفيه والبنين والبنات ولاباس كي يقولوا لها ياك بحال هكا. ايوا ان شاء الله اختي الله سهل عليك تاتي وسهل عليا انا وكل كاع البنات. امين. صافي دابا نقلب لك على شي راجل في باكيت هونيكس. بقيتي تراسك تجيبي لي انايا عريس. المهم صافي ما علينا ان شاء الله. شوفي راه بحال والو، ما عرفتي كلشي عند الله قريب. فراسك شي حاجه يا العفيريته وبغاش ولادي في اخباري حتى شي حاجه ان شاء الله يسهل الله. ايوا والله نلقاو شي جوج خوت اختي، حنا صحابات ونتزوجوا بشي جوج خوت ونسكنوا حدا بعضياتنا، علاش لا؟ ان شاء الله اختي ان شاء الله. شوفي خليك انا خاصني نمشي راه نسكت. حسيتي كسر النوض اختي شديت في الهضره نعمرو بري لا تي ونضحكوا شويه. حسيتي لي شي حاجه؟ انا غنشوف عويناتك زوينين. صافي ديك هي الدنيا وما فيها. هذاك الشلابي عندك تغبري. لا لا ما نغبرش، وتهلا ليا بخالتي مسكين مدينه، حنا كنهضروا وما تحركتش كاع مسكين. ايوا واش شي راه بحال هكا كتبقى؟ ما عرفنا اختي اش غندير، ولا ما عرفنا هادشي من عند الله ولا من عند العبد. كان عند العبد الله ياخذ فيه الحق. وتهلا يفات الله يفيها. الله يسهل الله يسهل. يلاه سيري نخليك تهلا يفات وما تغبريش. صافي مره مره دوزي. اي والله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يفرج علينا يا ربي ويشوف من حاله امي مسكينه. زوينه هادي كتبغي غتزوج وصافي، علاش لا؟ اش ما مزوجاش بيه وارتاح مع راسي حتى انا تولي عندي داري تكتب ليا الدار الله يرحم. نعيط ليه نشوف اش غيكون ليا مغليه، بغيتك ضروري وهاديك الساعه يكون خير. أنا عبد الرزاق. فين بخير؟ لاباس عليك؟ وشوف بغيتك بغيتك ضروري. نتلاقاو في الله يسلمك دابا. يلا سير يلا ما لبس ما طلق. قالت لي انا جيت شنو قلت لي؟ ضروري ضروري وانا سبقت ساقك كثير. وفين كاين المشكلة سبقتيني؟ خليني ندخل في العامر دابا، أصلا ما عنديش الوقت. راه خاصك تدخل في العامر، أنا ما عنديش الوقت خاصني نمشي بزاف. يلا قولي. اسمع أوليدي عطيني ودنك. كاين عندي واحد العروسة فيها على تاك، خيرها وخميرة. أنت كيفاش لقيت لك عروسة؟ تخرب عليا فاتي. أنت أنا باغيك أنت وأنت كتقول لي لقيت لك عروسة، غاتصدريني. ولا ما نصدرك، منيتك؟ أنا كنبغيك وعارف إني ما غاديش نقدر نفرط فيك، ولكن هاد الشيء اللي غنقول لك دابا خدم عقلك مزيان وسمعني. يلا انا نخدم عقلي، اعطيني اش غنقول لك؟ بس عندها بوك والعاق، ما يخصك معاه خير. انا بغيتك تزوج بيها وتكتب هاد الدار وهاديك الساعه في الكوشي ديالي. شنو بغيتي؟ تفكري ما عليكش. هادي الهمزه اللي باغي يعني. وعندك تشوف حوالي وعينك وتولي تمشي وتخلي. باش نقدر نشوف شي وحده من غيرك انت؟ والله ياك تي تجيب بحال هادشي شي وحده لاباس على ما مقرده مع الديسريه. اجي بحال هادشي يا بسيطي هادي الهوته. جمع راسك شك حد تحلو في عيني باقي ما شتي والو. تحلو لي جمع راسك صافي سيري عندو دابا انا موافق. لا لا يلا كتعمل خليتها وحدو غنقول لها ربي يخليك ولا منها اليومين. المهم خاصني ندرس لك شي مزيان. انت راني زربانه غير من هادي صافي خليك الله يعاونك. الله إلا ديالها وتا وإلا فالح. زياد زوجيني. الحمد لله ربي يخليك. كدير أنتي لاباس عليك؟ وما كختي غبرتي كاع ما بقيتي دزتي سيمانة دابا ما بقيت شفتك ياك ما كاين باس.
الهضره والله ما بقيت عاقله غير فكريني. ويلي واش شي هضره منين تقولك شي شاده فيا كضحكي معايا صافي زعما الا كان شي واحد معقول وانتي عرفتي زعما بغى يتزوج مرحبا ما كان حتى شي مشكله قولي لي شنو كاين وديك الساعه راه يكون خير صافي ان شاء الله زعما هذا ثقه ومعقول وما فيه زعما تحرميات لا والو يلا سيري بسلامة عليك سيري تنتلاقى ومهم دوزي عندي يلا سيري بسلامة هو تي العفريت الله إلا دارتها بصح هاتي دغيا جابت لي الراجل إوا عن الله يكون فيه شي خير ماما يا ويلا ماما تي بارك عليك يلا يلا بليزي أشنو داك من بلاصتك أنا خليتك ناعسة ونتي جيتي الكوزينة تقرقبي ناري هادشي الصحة ديالك هي اللي طيحاتك كنتي ضالي تشقاي وضربي في تمرات هاتي شديتي القنتة ونايدة مازال زيدي زيدي بلاصتك زيدي سيري تنعسي ما تبقايش تنوضي الا بغيتي شي حاجه قولها لي انا نوجدها لك طلعي ماما طلع ناري واش تداري طيبتي زعما وجيتي باغا تقرقبي تصاوبي شي حاجه انا اش كندير نسي كتسي نعسي ارتاحي لك انا نمشي نوجد لك شي حاجه تاكليها مزاحماني في الدار هادي تكون يديرو فيك خير يديو كل ضل عجازة وريحة طارقة لينا في الدار ريحة المرض ريحة الموت الله يستر نتايا هاديك فترة مزارة ما عاد فين لصقاتني نتيا خاصك تخرجي من هاد الدار هادي زي زونة كنسمعو حتى صوتك مشكلة صافي تو ريحة أسيا نعم شنو نقول لك ما بقيتش مرتاحه انا في الدار أسيا علاش اخويا ما مرتاحش شنو اللي مطقل عليك امك أسيا نقول لك الصراحه انت انا نقول لك علاش ما نديوهاش نديوها لدار العجزه والله حتى يتهلاو فيه احسن منا احنا ما الله يفهموا والو دابا خويا هذيك راه امي بغيتي تبقى راجلي هذيك راه امي واجب عليا نهزها فوق راسي ما كاينش ديال دار العجزه ما انا يا شيط عليا امي ولا انا نهار الاول جابتني انايا من شي طارو ديال الزبل وعرفنا امك ومهلي فيك وكبراتك ولكن راه ما لاقيش راحتي انا اسيه انا قلت لك وصافي شوف اولد الناس هاد المشكل انا ما باغاش نطيح فيه نهار الاول قلت لك اولد الناس انا راه عايشه انا وامي وتا صاحبتي اللي جابتك حتى هي نفس الهضره قالتها لك ما يمكنش لي انا حتى الاخير لحظه وجي تقول لي حق امك ديال دار العجزه وزيدوا هذا الخير اللي عايش فيه راه من كتاف امي ولكن دابا انت فهميني راه حتى واحد ما بقى باغي يجي عندنا راه الريحه ديال المرض والريحه الموت كاينه فيها انا قلت لك زعما باش تجي ترتاحي صافي راه انا كتبقاي فيا انت السيدي الا كان غير على امي بلا ما نبقى فيك انا قاده بشغلي وقاده نهز الدار وقاده نهز حتى امي هاد الهضره ديال دار العجزه غنساها عليك انا اش نقول لك بنت الناس هاد الهضره هادي ديالك اجيبها في راسك وانا قول لي راني علمتك وصافي ويلي هذا مال كيفاش هاد الهضره هادي غتجيبيها غير في راسك هو زوينه هادي هزي امك دار دار العجازه جا لقى كلشي واجد الدار الماكله ما يتبارك الله مخلي لها با الخير والخميره كنصرفو منه وقال لك هزيع ولحت مسكينه صافي شاده الركنه صافي خصنا نلوحوها تولي هي مقطوعه من شجره بزاف عليك انا بعدا امي ما غنفرطش فيها الا قال لك ديه حتى الاتاي اللي كنت غنحطو لك راه ما تستاهل كاع ما طوقوش ناري فاطمة الزهراء عرفتي علاش عيطت لك اختي مالك لاباس اختي اختي ما عرفتش هذاك الراجل مالو تقلب عليا ولا داير ليا المشاكل كيدور يقول لك انا مبقيتش واخد راحتي معاك ونعديتي امك لدار العجازه ويلي نواتي تشوفي انت عارفه انا ما كاينش ما عندي ما عز من امي انا امي اختي راه النهار الاول قلت لك اشنو كاين وهذا الشيء اختي علاش ما كنتش باغا نتزوج من الاول واش نقول لك اختي انت راك عارفه الراجل الوقت ما تلقاي بالسين كشيفه فين بارك لقيتي راجل صاحبتي ما
ولكن الحشومه واش تخيلي كون كانت امو غيبغيني انا نقول يدي امك لدار العجاز راه ما يمكنش، ولكن انت واخا تقدر ظروفي ويقول بصح هاد السيده جيت عشت معاها ونهار عرفتها كانت هاز امها ما يدارش ليا بحال هكا ودير لي انا العصا في الرويده ولي نوض بامي ويجلس بامي. دي امك دي امك انت عارفه صاحبتي، انت عارفه اللي كاين، انت راه كبرتي خاصك تولدي وليداتك، بغيتي يطلقك اقولي الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي نشوف هاد الحريره اختي في غادي تكمل بينا وصافي. راكي عارفه راه قالت ما قدو فيل زادو فيلا، كنت فمي وليت فراج لي امي. شوفي نقول لك الا كنتي صاحبتي ديال قلبي وسمحي لي على الهضره اللي غنقول لك ديال هاد الحاجه حسن ليك والله الحاضر متيتي باش ترتاحي ياك فاطمه صالح انت كتقولي نفس الهضره وكنتي كتجي عندي من يامات امي طاحت كشي امي كي كانت كاين اختي راه ما نقدرش دابا ما نكذبش عليك ما باقي خاطري ما عرفتش شي حاجه كتقول لي لا اختي بغيتي تطلقي هاكولي ما بغيتيش تولدي وليداتك ياك ما عرفت اختي دخلت دخلت ولا ما بقيت عارفه منين غنبدا هادشي. المهم انا نوض نعمر لك شي كاس ديال اتاي عاد نكملوا الهضره ديالنا. سيري اختي تكلم انت ياك تلفت يا ربي دخلت دابا انا منين غادي نبدا هاد الحريره كامله. انت حتى صاحبتي المعوله عليك كتقول لك دي امك دار العجازه الصراحه انا باغاش نفرط في راجلي امي حتى هي من جهه هو فاجيه غيدير شي تاويل ديال الخير وصافي في نواد المقراش. طب زهرة عليك السلام اش كديري هنا؟ فاش كندير هنا؟ انت اللي اش كدير هنا؟ اش كندير هنا؟ داري هادي زيتي والله انت اللي نسيتي راسك الشوك لا بشي وجهك ما نتلفاتي ولا تسقلب وجهك علاش ما قلبت وجهي؟ هاديك المصيبة ديال امها ديك المصيبة ديال ما بغات تفرط فيها اش غندير لها انا؟ راني هضرت معاها صافي قلت لها ندور في دماغها وما ندير داكشي اللي قلت لها وغادي ملي دير ياك ولا تما غادي نسوس لها باش تكتب ليا راه داكشي اللي ولا صومات عليك عاوتاني ولا صومات عليك عاوتاني قولي لها انا باغي ندير مشروع صافي قلت لها داكشي اللي غنقول لها وصل الوراق انا عطاها الطلاق يا ما كتعرفها تقرا لها صافي حيين عليكم الجهر ويكون بحال بحال. يا الله دابا تعنينا من هذيك الاخروشه ديال امها الخير هذا كامل ما دخلش لي على خاوانه خرج بيديا خاويه لا لا ميمكنش تم الزهراء اصلا الا قلت لها راه ما بقى والو في هذا الشيء دخلني الاول الحبس اللهم نخرج بيديا انا دابا غنتوسوس ليها انا بحال شي شيطان كيف ما وسوس ليها لامها وسوس ليها للدار ناخذ الدار نعيش انا وحب قلبي بسلام هنايا هادي هي الخدمه اسيا واقيلا زربتي يا سيدي يا ربي شتاني انا ندير امي اسيا مالك صراحة تسرعت ملي سمعت كلامك تسرعت بزاف علاش تسرعتي كانش عليا ندي امي انت وليت شاده غير الموشه اللي عزيز على امي وكنبقى نعنق فيها باش نشم فيها ريحتها صراحه درت غلط كبير كانش عليا درتي غلط لا والو اسيه واسيه فاهمين احنا ولينا عايشين مرتاحين دابا وهي حتى هي راه معلين فيها تما زعما ما يغضبش عليا الله في هادشي اللي درت ما يغضب عليك الله لا والو علاش يغضب عليك الله درتي هادشي اللي في مصلحتك انت واش فهمتيني انت اسيد دابا انا نجي بغيت ندير مشروع ياك وطلبوا لي قالوا لي خاصك يكون عندك شي ملك باش ناخذ قرض وانا باقي ما عندي لا ملك لا والو انت عارفه شنو هو هذا الملك عاوتاني انا راه ما قارياش ما عمري دخلت المدرسه والملك زعما شي حاجه عندي بسميتي شي دار ولا طوموبيل ولا شي حاجه ما عنديش دابا انت كتبي لي شي دار ياك كتبي لي بسميتي باش يقدروا يعطيوني القرض وندير المشروع ونزيدو لقدام نبقاو بلاصتنا حنايا خاصنا نزيدو ياك متفقه معايا بغيتي هذا شي مشروع بغيت ندير مشروع صافي صافي انا نشوف اخ هاكي سيني لي انتي هنايا انا نوريك فين تسيني شنو مشروع بغيتي دير غندير واحد المشروع ديال الساندويشات هانتي زيدي في الواقع تاع هي وهادي هي الاخر صافي هادي صافي صافي هادشي اللي خاصني ندير صافي هادشي اللي خاصك دير انت راه احسن مرا في العالم ما ديريش بالك ما ديريش بالك ربي ما يغضبش عليك بالعكس انت مرضية راجلك
شنو داير انا في حياتي؟ الحال ما هادي مبغاش تبعد مني، متأسية كتجيني لابسة البيض، كتجيني في الحلم. واقيلا ظلمت هاديك السيدة، واقيلا هدا ماشي هو انا، خصني نصلح الغلط ديالي. هاد الغلطة هادي غتبقى في كتافي، متبعدش مني. اختي فاطمة الزهراء والله الا الصراحه خاصني وقال نمشي نجيبها، خليتها بوحدها تمايا مسكينه برقه راه بالجوع. انت انا درت فيها ما يليق والله. فين غتجيبيها حبيبتي؟ غتجيبيها لداري؟ فين غتجيبيها؟ شكون دار فاطمة الزهراء؟ ما كتخربقي بالصباح، انا كنهضر معاك حبيبتي. انا نقول لك اشنو كاين، ماشي دارك انت، يلا قول لي. ماشي دارك كيفاش؟ ماشي دارها هي، هذه اسيه واحد المنافقه ملي عرفاتك انت هي باغي تزوجي. أيه؟ انا كنت معاها وجات عندي وقلنا نلعبوا لك لعبه، خليني نكمل بارك ما تبقايش غمزي فيا وتلعبي لي بيديك، سمعتيني؟ قالت لي نلعبوا عليها لعبه ياك، قالت لي عاودت لي على السيتياسيون ديال موك وكل شيء، عاودت لي عليه، قالت لي انت دخل عندها وتزوج بها، ملي تزوج بها وتكتب لك ياك دير لها باي باي ونسكنو حنا في الدار. حيد عليك ياك اختي، هادي صاحبتي وتاع قلبي وحاطه عليك الراس وكنعاودك مشاكلي. شوف اختي حتى هو مشى معايا في نفس السكه، علاش؟ ها هو فضحك. انا مشيت معاها بصح، ولكن تنادم معايا الحاله اسيه وجيتيني بنت الناس، وصراحة انا ولفتك ومهم حسيت براسي بلي وليت كنبغيك. ياك يا المنافق، ياك انت كتقول لي كنبغيك وكنموت عليك وبغينا نعيشو حياتنا وبغينا ولكن كيفاش غنتي غادره؟ باش نبعدي من الجري، بعدي من الجري، هضرتي قرباني مني بجوجكم منافقين. كيفاش غنتي تخفي كنت هي غادره صاحبتك؟ ياك غدا من بعد غدا تغدريني الا رجعت معاك ياك. ودابا شنو غديري؟ نوضي تخرجي من الدار، يلا نوضي ياك صاحبتي ديال قلبي، نوضي خرجي من الدار اخر مره تحط رجلك. نوضي 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 بعدي مني، بقاش بغيت نسمع كلامك، نوضي تبعد. واش نقول لك اسيه دابا انت كتداوي تضحك عليا بحالي، انا ثقت فيك وامنتك على داري وعطيتك الدار على قبل المشروع، في الاخر وليتي باغي تدير لي بحال هكا، ها هذا هو خيري؟ عندك الحق تقولي اي كلمه. وديت امي بسببك لدار العجازه، شنو دابا انا وليت مسخوطه مع امي؟ لا اسيه ما تقوليش بحال هكا، الذنب كامل عليا انا، حتى انا اللي بقيت كنوسوس لك بحال الشيطان، وانا اللي طلعت ود الحرام في هادشي كامل، وانا غنخلي لك اللي بغيتي ديري انت دابا ديري. صراحة صدمتيني فك، ولكن مني قررتي تصلح الغلط ديالك انا مسامحك، ولكن الا بغيتيني نسمح ليك وتبرح ليا بانك كتبغيني هي ترجع ليا الدار في سميتي. مادام جيت وقلت لك هاد الهضره انا اسيه عرفت لك كلشي، راني مستعد ندير اي حاجه بغيتي انت غير امري. اول حاجه نبداو بها ابار الدار هي نمشيو نجيبو الوالده ديالك. صح صافي راه نمشيو نجيبو الوالده ديالي، ولكن خاطر الوالده ما تسقش الخبر للدار، لا ما تقول لها شي حاجه، رايك واخا ما كتهضرش ولكن راه كتسمع كلشي وفاهمه كلشي. عارف اللي كاين، عارف اللي كاين، والدار رجع عليا بلاتي هي احسن وصافي. وهذيك الغداره راه غتاخذ الجزاء ديالها، الا ما درتش بها انا شي دعوه راه الدعوه القضائيه غتجي من عند الله ان شاء الله. شنو نجيبو امك دابا؟ يلا نوض انا ما قطعتش قرار الصبر. زازا خاطري في نص الليل ورحت شوار ليبيا، اسيادي كيفاش تميل سحرت عقلي وعينيا، خاطري في نص الليل ورحت شوار ليبيا. نعم عبدو، شنو رايك تشوفيش باللي حياتنا نفس الروتين كيتعاود فيها؟ شنو اللي كيتعاود فيها؟ احنا مزيانين بزاف من بعضيات، واش بغيتي نتهمزو باش حياتنا ما يبقاش فيها الروتين؟ ما كاينش زعما دوك الزواج من بعضياتهم ديما مشاكل ومضاربه
اللي قلتي لي انا ما كنخصهاش لك انت كتخصهاش ليا باش كتفاول علينا بغيت انا ندابز وحنا نهزوا المقاري ونبداو نتشاير واش بغيتي الحمد لله عايشين بخير لا فهمتينيش انا مره مره يكون الحماس سسبنس فهمتي لازم نقرش عليك حتى تبسب فيا اش انت يا اسمي مزرك لك عينك قلت لي باش باغي ليا بغيت ندابز ما تفرقش فهمتش انا قاعد الدراري صحابي ما عيالاتهم ديما مضاربين مخاصمين اما في المحاكم المحاكم بغيت حنا نطلعوا ننزلوا في المحاكم فهمتش لا لا حنا مرضيين ايوا الحمد لله حنا دابا باقي متبتين مره اخرى نبداو ندابزوا طحتي فيه انا ولد الناس راني اللي بنت الناس قال لك طحتي فيه ولد الناس انا بنت لك شنو طحتي بنت الناس بقات تصبغ فيا انا عارفه ديك الصباغه ديالك ودابا اللي درناه معاك وحده واحد كتقول لي بغيت حنا ندابزوا وقيلا انت كتسمع دوك صحابك هو ضرب مرتو هو مشى طلقها هو مع شنو دار ليها امالك امالك خلينا عايشين هانين كنضحكوا معاك وانا نقصبوا معاك شويه تي تقصب معايا كي دايره كي جيتك احسن منك وانت زوينه الصراحه عرفت فين لقيتك عرفتيني مشيت طارو الزبل شديتي نتي تقول انا نتزوج بهادي واش نقول لك اش بالك هاد السيمانه هادي لا لا يلاه نمشي نخرجوا انا وياك فين نمشي خليها بيني وبينك انا راه باغا تشانشيط شحال دي مدتني ناكلو تشانشيط مرحبا طلبتي الوجود وين تمشي صافي في الويكند عندك تنقول لي راني خدام والله ما نتزاقل معاك هاد المره انا مسالي لك انت انا مسالي لك اش ديري دابا شنو ندير سيري طيبي لي باش نتغدى اش نطيب لك طيبي لي باش نتغدى هيا ناضي صوت ما عندك حتى مع الرومانسيه بالسلامه تعالى يا اخو الله الواحد ولي يحكم مرتو كتقول هادشي بصح زعما ها والله الا زوينه وزعما مابقاش كيدوي بقى كيتكلم لا شكون انايا لا ويلي ما تقوليش لي انا ويلي راه بنتي عايشه بخير مع راجلها كيستمر مع العسل انتي انا كتعاود ليا بنتي كلشي وما عرفت عاود تاني الا كان داكشي غير من برا بين المراه والراجل ما عرفت حتى واحد اش بيناتهم وزعما يقضي يقضي داكشي يقضي ها وصافي حتى انا نديرها مالي انا وهاديك عندي بضعه والله حتى بضعه ما تخافيش انا غنمشي نهضر معاها ونقاد لها عقله شويه جمع راسها على رجال فيهم الثقه رجال كافرين بالله يضحك معاك في الدار وبرا صافي صافي سيري بلا ما تطولي عليا دابا دخلتي عليا المخمخه مزيان وانا معاك يلا سيري بسلامه الله يعاونك يا والله لا بصحني ما عرفت حتى واحد بين المراه والراجل شنو كيوقع باينه بنتي مسكينه مخبيه عليا شي حاجه خاصني نمشي ندور بها ونوض ونوريها صوري العيالات علاش قادات شي بخير كدير صابرين صحيحه الحمد لله ولدي انت بخير اللهم لك الحمد الحمد لله ربي يخليك ولدي الله يحفظك ليا مرحبا بخير ربي يخليك ولدي الله يحفظك ليا الله كديره بخير لاباس الحمد لله ولدي كل شي بخير الحمد لله انت بخير لاباس الوالدين لاباس عليهم الحمد لله الحمد لله نسولو في مرتي التليفون تاعك عارفهم بعاد واش غادي الوقت والبعد التاور كي لعب دور كي داير مع شي خدمه تمارا يا تمارا والله يعاونك يا ولدي الله يعاونك الخبز حارة وليدي شويه واش غنبسو ديال الحياة وحده ولي صبار وصافي هذاك الشيء اللي كاين اوليدي غنديرو كي داير واحد ايناس لاباس عليها بغات تجي معايا قلت لها غنخليك في الدار بقيت غنمشي نضرب طلع على اختك ونجي ونجي مشي معاها مرة اخرى ان شاء الله دابا نجي عاوتاني انا وياها دابا مع القراية قلت بقيت حافظي عندها امتحانات بغات تلصق فيا قلت لها سيري بقيت حافظي مما جيت والله يستر عليها امين اوليدي فاش هي اللي عندها هاد العام طلعت لي الكاطريام تبارك الله كنت فين باقي صغيرة ويلي راه في صغولة مدقوقة في الأرض ما تبارك الله راه كبيرة في العمر كنت باقي صغيرة واش ما دويتش معاك صابري علاش ما كايناش هو يلا بغيت نسولك علاش الحس مقطوع لا راه ما كايناش
غتجي دابا ولا غتعطل؟ وهي قالت لي مشات مع صحاباتها ما عرفتش شنو عندهم، قالت شي حده جا معاها وما عرفتش شنو داكشي. ايوا صافي ملي كاينه مع صحاباتها ماشي مشكل. ايوا صافي نخليك اوليدي بلا ما نبرصطك نخليكم حتى مره اخرى نرجع عندها. وبقيت تشربي معايا شي كاس؟ لا لا وليدي لا لا ما نصيبش اوليدي مره اخرى. خليت ايناس راه قلت لك خليتها كتحفظ مشيت تشوف شنو دارت، راه نغفل عليها تسد لك توات التليفون بقات بقشيش فيه. هو على خاطرك خالتي يلاه خليتك على خير اوليدي. سلم على صابري بزاف بزاف وكلا جات امك عندك. شنو القهوة؟ أنت اللي جيتي؟ أنا اللي جيت. ها؟ أيه. وشتك ما جبتي لي معاك والو؟ شنو تنجيب؟ مشيت ولا ديك ما عرفتش شنو كتقولوا لي كاع قدي. لما سميتها لما. لما. مالو؟ ما درتو الدجاج؟ ما درتو الصفا؟ دارو الدجاج، دارو الحم بالفوق، ودارو الديسير، ودارو دوك الحلاوة الصغيورين، ياك ما بغيتي نجيب لك منهم؟ ويلي ما عمرتيش لي حتى شي طبيسين. أولا ما أنا جيعانة عبدو بغيتي صحاباتي يضحكوا عليا منيتك. اوي علاش غيضحكوا عليك؟ اشنو ياك ما بغيتي نهز ميكم ديال نعمر ونقول لهم انا غندي لراجلي يقولوا ديجي انا عمرها ما كلات في دارهم. اه علاش حنا في عرسنا صحاباتك كاع عمروا الطباسل وداو لولادهم ورجالاتهم ودوك راه ما تيحشموش بقا صدرات انا ما نقدرش ندير بحال هكا ويلي. ياه اييه. اه وانا شنو ناكل دابا؟ نطيب لك شي حاجه. الطواجن اللي حاطهم لي في البوطه خاوي دار لي ميراجين ديال التقاليد. ولا بغيت نسمع الكوزينه عاد نطيب لك عاد ما بغيتيني نزرب عليه. صافي صافي وانا كندير لك الخاطر انت مكديري شي خاطر. وصافي يلا شنو بغيتي نطيب لك؟ بلاتي بتشه عليا ورا فرصه كتجي مره في العام. يلا سير. عرفتي شنو؟ انا متعذب راسك كريت شي لعيبه في الزنقه. يلا قلتي لي باغي ناكل. كنضحك معاك ما علينا. امك مالها؟ جات عندك قويه ما رضحاتكش. بصح انت قلتي لها والو؟ لا مدوتش معاها. المهم رجعت عندك كوي عبد نطلق. امشي اطلي بس غير امشي. انت ما كرهتش نمشي نشوف ما يمشي ونهضر معاها ومن هنا نتحدثوا شويه اش قبال لك؟ ولكن خلي لي غدايا شغلي كامل يبقى في الدار. صافي جاي تكون هاني نصيب لك طويجي عامر باللحم والبرقوق ونحط لك الديسير ونصيب لك عصير ديال الفريز ولا العصير اللي بغيتي ولا الليمون ونحطهم لك في بيتك. ايوا ملي يجيك الجوع سيركم شبالك. قال لك الا بغيتي تكسبي بيه الراجل خصك تمشي ليه الكرش. واش شي عرفتك مود باس؟ صافي صافي مشي يلا سيري. خاصني نوجد لك ياك. ومالك تمشي اليوم؟ لا مشيت غدا. اوكيك صافي يلا سيري. يلا سيري. الراجل عندي مسكين شحال حنين الله يخلي لي وصافي الحمد لله. فأشعر بزهور لا مزيدا عليه. مزيان مزيان تبارك الله وبنيتي راك تقراي. واستغرب كيف لا استرعي مجاورة وهو يعود بخطوات متلاحقة. دابا بارك عليك وقولي لي واش الامتحان دوزتي مزيان ولا لا؟ دوزت مزيان. صح حبيبه ديالي وهكاك ماشي اختك ما قراتش. المهم الحمد لله راه تزوجات وانتي بغيتك تقراي وديري شي مستقبل واعر وتدي امك للحج صافي ياك حبيبه ديالي كبيتي. انت اللي غدير لي الحج وانت اللي غتهلاي فيا وانت اللي غدير لي كلشي. صافوني هاني صافي امك الوحيده. وانا امك الوحيده عندك 10 مني؟ لا بالعكس. ها الله يحفظك. يلا كملي قرايتك بنيتي. يلا يلا قراي لي. وقت كاف لان اخرج على ظهر صديقي في جوله قصيره. سعدي 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 بنيتي شوف خصك تعلميني نقرا حتى انايا. وجوله قصيره لاعود قبل ان يصلوا الدقان. شوف شكون نجي. يلا كملي قرايتك حفظي. صافوا ان يصلوا كان كبيتي زيد 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 كيفاش كبيده؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك كتباوس نات الباب قوانت باوس توحشتك. توحشتي لاباس عليك. ماشي بخير يلا كنحفظ في ايناس. حفظي يا حبيبه ديالي ما قرايتيش راه ما ديري حتى حاجه في حياتك. ما قرايتيش خلي اختك بغات تقرا ما دارت تجي وشي وكيدير نعم كبيده قرايه بخاطرك خليني نهضر مع اختك. قال لي عبدو راه جيتي عندي وما لقيتينيش.
وي ملي جيت نجلس معاك شويه ساعات انت يا ديما عطيه الدور انت والله لا صراحه كنعرض عليك صحاباتي دار واحد المزوينه واحد العراده ما نعاودش لما اللي جاي بالك انايا اما هي ايناس سير حبيبه كملي قرايتك سير البيت الاخر وقراي سير سير بنيتي غنجلس شويه مع اختك حافظي مزيان انت الفوق حنايا زيدي جلسي وتصوري وحلي ودنك قولي لي كي دايره علاقتك مع عبدو ديالك بخير الحمد لله عايشين عيشه الملوك تيخرجك تيجي في الوقت ما كيمشيش لشي بلاصه كياكل في الدار كيمشي من الخدمه للدار من الدار للخدمه ما كاينش زيزاك تيقى فيه الثقه العمياء دايره فيه راجلي بغيتيني ما نتاكش فيه راه راجلك انا راه كان عندي راجلي ومشاو خلاني ما حيتش عليك ما فين باس وتصانطي وحلي ودنك ها ودني قايت لك واحد الدقه وين الدقه واحد الحاجه كتقولي ليه يقول واخا واخا بغا ولا كره ماما بعدي لي انا من التخربيق انت تصنطي وحلي ودنك قاعد شوف كنا صابوا الناس يعرفوا هذا الشيء عرفتي صاحبتي ديك اللي كنعاود لك عليها مليكه بنتها ولي 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 راجلها مزرزر هذو من هنا من هنا حتى لهنا ولي قالت لي الشي قول الشي قالت لي الري قول الرا استغفر الله العظيم ولكن غادي يكون هذه راجلها بانه ما كيعملش مزيان مهليش فيها انا راجلي ما نخلي ما دير عليا غادي يزيدي تهلا فيك ديك تهلي راه زواق الشحال كل كيتهلاو في عيالاتهم كيكونوا دايرين الوعوع في الزنقه تصنطي ليا غادي نضرب لك الضربه واحد العشبه سميتها باخا غير الا غشيها لوالدي فيما تقولي بغيت يقول واخا باخا يقول واخا ماشي شرا ممشي لمشى راجل تسطى ليا ما غيتسطى ما والو مالا فينا نولي انت مالي بنت مالك راجلها تسطى والله ما تسطى ويلي ولا ولات عايشه كالاميره ومهلي في النسيبه ومهلي فادير عليهم اللي ما يدار غتبيعي واش نعمل لك شي حاجه خايبه لا انا كنتيق فيك ولا انا مويت فيك حبيبتي ماشي بعيد عليا شي مشعوي انا دابا كنتيق فيك سكتي سمعي هضرتي كوني تصنطي نخاف يوقع شي مشكل ما غادي يوقع والو ولا يعيق بيا ماشي يعيق بك هو قرصي شويه راسك حتى تيكون شويه مقضى هاك شاش هو كيلعب عليك تحت منك ما عرفاش كيدير نهار كامل إيه حبيبه حبيبه مع الله حبيبه شحال من وحده كيقول لها في الزنقه صافي عمو تبقى دير ليا كتشكر غير انا اصلا كنبغي عندو ما تبقاش دير لي بحال هكا انا قلت بغي مزيان وزيدي يبغي ويبغيك حتى هو اكثر ما كتبغي وراه كيبغي خليني يبغي اكثر ما كتبغي صافي تفاهمنا دابا انا وياك وامنتي شنقول لك كون خير وجدي ليا راسك وكوني على القرص من عيط لك نتلاقاو انا وياك في الزنقه ملي شفنا كاع ما تقول كاع جايه عندي ومشاو نقادو لي الضربه عرفتي واحد لاله مولاتي واحد الشوافه كلشي كيعاود عليها واعره بزاف فهمتي انا غنتبعك في رايك وما غنقولش لك لا ولكن عندك يشوفنا شي واحد ولا تخرجي عليا ولا تكون السيده مشوهه وشغله ما كيقضي والو تي لا كوني هانيه ما غادي يعرفك حتى واحد مشيتي عندها وبرجات في بلاصه مضرقه ومحروفه هي كدير داك الشيء حسي مسي غير تبعيني وما تخافيش واخا صافي هي غتبقى عندك عبدو طرح لي شي حاجه راه نموت وما نتفرقش مع عبدو انتي مالا بغيتك تفرقي معاك وتفرقي مع كاع ما نقول لك نقادو لي الضربه صح. حنا بغيناك ها تزيدي شويه زيد شويه الحنانات والحنانات 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 وما تلعبش لك بشي وحده راه عرفتي ولاو كاين بيض منقي في الزنقه بلي شي وحده ولا تنقتلها هاتي قلتيها وحنا شنو صفقتي القتيل ما لقيتيش ولي غادي عاوكاش نتبعك انا بالكفه والله ما خوتي نقادو لي الضربه ونتهناو صافي نمشي انا وياك تسمحني انيس لا الناس رصدت عليها البيت كتحفظ داك الكاسير تحفظي راه هي ما بغاتش نمشي دابا نمشي واحد وجدي صباح يومين مخمخه مزيان في راسي ونكون مسيري تكون ثاني ايناس جالسه من القرايه باش تقابل الدار ونمشيو انا وياك صافي ما نعيطوش ما تشرب لك ويساتي لا بلاش خليني نمشي يلا سير ما تقوليش تقولي حتى حاجه جمعي راس ديرك وكوني مقرصه شويه بحال البنات نمشي معاك الباب صافي تمشي برا عليا سيري ايوا هذا المسمار انا طرقته مزيان بنت ملكة عايشه كالاميره وبنتي مبقى كيتفلى عليها ما عرفنا واش كيبغيها ولا كيتفلى عليها حيان على ولاد اليوم بقى تيقي في هاد الرجال كلهم دياب يضحك معاك في الدار في الزنقه يدير لي وعاوع تيقولي دابا المقرا انا عارفه هي انايا بغيت شي حاجه اللي تبرد لي البيت وصافي واش نبقاو نهضروا ديما ما كتثقيش فيا ما كتثق فمك تي دابا اول مره نتوما تجي راه كتعرفي عشمي ما كنعرفش انا العيات كبارات على انا الخدمه شكون اللي عاوني فيها وداك المسخوط اللي عندي في الدار شكون اللي شدو لي من غير هادشي ايوا هادشي اللي قالت لي امك قالت لي ولي عرفتي ندير لك غير هكايا ما كاين ما كيتكلم وانا من هادشي كامل فين هي الحمقه ديال بنتك راه هادوك الناس ما كيبغوش تعطال صافي هي شايره حتى هي خصها دير شي حاجه باش تخرج من عند راجلها راه هو كيقول لك الا تعطلتي عليا ساعه كتضوبي لي الخلاصه من فراسك ماشي ديال راسك راه عندنا داك المسخوط عرفتي راه داير نوض فيها الشياط هيا دابا جيتي ما كتعطلتي مالك راه ضروري الوقت باش مالك اختي اش كانوا تي راه حقلو باش نخرج حقلو في الدار ماشي ليك ما والو لا رقيت لي واحد السيد قالت لي مشيت عند ماما جبتي داكشي اللي قلت لك صافي انت جبتي داكشي اللي قلت لك شوف بلا ما تشوهوني مع الراجل تمن اللي قال لكم غادي تعطيو وافه تتي راه عرفتي اش وافه ما ديش على الراجل اللي متوسط لينا
ايوا صافي نكوني راه شوفي هو راه عند داك الشيء بالمواعيد راه والله الا ما دخلش ليه الكليب ما تدخلش ليه يلا سمعوني قالت لي الضربه مع راجلها يلا سمعوني ما تبيني لي والو هو من بعد قول لي شنو درتي صافي راه عند بيناتنا نتي ايوا هكا كنبغيك هاد البنت تبارك الله عليك لالا اجي عبدو مالك لا انت فين كنت وفين نكون كنت عند ماما كيفاش عند ماما شكون النهار الاول ملي بغيتي تمشي عند امك تشي ورتي معايا انا راه وليت كتلعبي داكشي اللي قالك راسك حيت زعما صافي قلت لك واحد المره صافي يعني عادي نمشي ما كنمشيش لبلاصه اخرى صابرين نعم قال انت يا مابقاش عاجبك الحال انني نكون ضريف وولد الناس معاك وغادي معاك شاد الطريق معاك ياك علاش شنو شتي مني شنو درت كيفاش شنو شتي مني وليت انا هو هاد المراه ديال الدار انا اللي ديما مريح في الدار وانت هي غاده خيطه بيطه شتي امك عمدو راه مشيت عند ماما راه كنمشي نشوفها وكنجي ما كنباتش عاده نباتها لا باتي لا ما نباتش ولا بقيتي معاها من 8 الصباح حتى 8 الليل غير باتي عمدو دابا ما كنعصب ما فهمتش راه عادي ما درت شي حاجه ما درت حتى شي حاجه لا انت كتشوف هادشي بلي راه عادي وانت بالنسبه لك انت ماشي عادي بالنسبه لي انا عادي زعما مقابله داري ومقابله راجلي وصافي شكيتي مرمي بيا؟ لا حاشا ها؟ لا شكي بانو لك عندي شي ودنين انا بانو لك شي ودنين عندي كبار بحال شي حمار ولا شنو؟ ها؟ لا شنو بغيتي ديريني انا نرجع الكرسي؟ ما رايح لا والو في الدار؟ عبدو راني ما درت لك حتى شي حاجة انت غير وحدك وراك درتي يا لالا شنو راك درتي؟ صافي ما بقيتش نمشي عندك وراك غدا ما بقيتيش كطيبين؟ اه زعما راه كلشي كاين في الثلاجة لا مرة ما صيبتش لك الماكلة صافي لا ماشي مرة كررتيها بزاف عبدو راه خلينا داك النهار مشيتي من داك النهار لقيتي غادي خيطه بيطي مريحتيش مريتيش اش دابا ما وقع والو نوض نصايب لك الغدا باغي شي وقت ديال الغدا اش باغي شي وقت ديال الغدا غادي في حالاتك نوض غادي من حدايا كان بلي هادشي ديك ما حتى هي تجي ان شاء الله يكون حسابها معايا والله عرفنا ما زارو عفريتي من قلتي نعيط لميمتي نقول الله يخلف عليك ميمتي عتقتيني وليتي بخير مع الراجل صافي نسيتيني دغيا علاش غنقول لك ميمتي من النهار اللي تبعتك من النهار اللي حطيت رجليا فديك البلاصه معاك سيت تبدل عليا 180 درجه ولا كيغوت عليا ولا كينهصرني سكتي درك شويه يكون ما كاينش بقيت لفتي تما راه ما كاينش خرجتي لي هضره على حجعتك ما قدر يتزفت والو ما صدقش ما كاينش داكشي ما تخربق ولكن غوت عليكم سلق عليا ضربني في النار بالخده وصافي شوفي شوف داكشي شي اللي وقع بحال هكا كيقولوا ملي كتكون حاجه بالعكس كتقلب مزيان شي دابا ملي دار بحال هكا راه يولي السمن على العسل راه ما ولا لا سمن العسل وغا صبري شويه راه تقلب عليا داكشي راه ولا خايب راه قال لي كيفاش تي غادي عند امك كل نهار قال لي ما تبقايش تعتي عندها قال لي ما طيبش لي الخضه لا حتى شي حاجه قلت لي ما بقيتش قلت لي ما بدش عندها قال لي ولا بقيتي غاباتي عندها بقى لا يضربني ولي دا عبدو غصبري انا متاكده شو انت مالكه كي ولات عايشه شي غصبري شويه ان شاء الله كلشي يكون الخير اش من خير ورا ضروري غتبان داكشي في الاول من بعد غيتقلب غيكون هكا غيتقلب راه هكا كان هكا وتقلب هكا راه كنا انا وياك كنتسنى على العسل كنسيت ما كيحافينيش البلاصه الزوينه كنمشي ليها الهضره الزوينه كنسمعها حتى شي حاجه قلت لك معايا دابا غادي يكون الخير تما كيمتشائمه بحال هكا هي ناري من نهار تاتي بحال هكا انا شفت العربون ماشي متشائمه راني شفت نيشان حتى حاجه ما كاينه وغا صبري قلت لك صبري احنا صابرين انت شوفوا شديك فين خرجنا زيدي صبري وزيدي كاع طيلا غجي وزيدي لا خصني ما بقيتش نعطي يا ولدي عطيني سكتي وحليا ولا سكتي ليحني من البال سكتي كنمشيو عندها نرجعو عندها نقول لها داك الشيء تقلب علينا باش تشوف اش غدير لينا اش غدير لينا غنمشيو عندها صح مابقاش غادي نعطي لها بزاف الخير ويكون عارف شنو خليت راسي تخميش ما تخميش غادي نمشيو عندها غتزيد تقادو لينا مزيان كثر من اللول تلقى الحلو مخالط راني اللي مخالطه تبعتك وخرجتي عليا شغلك ما قدر حتى شي حاجه انا اللي حماره تابعك ويلي يا بنيتي انا باغي لك الخير غير صبري انت ما كتصبريش من نهار كنت بحال هكا كلشي كتبغي في البلاصه بي فيه غتسني وغتشوفي العربون اكتي واخا حنا نشوفو شنو كيخرج راجل سكتي قلبي الموضوع
يا المهم قولي لي اش تعاودي انت يا عبدو؟ باخا الحمد لله. انت يا امي انت كديره اي ناس لاباس؟ كديره وليدي جيتي لاباس الحمد لله ولدي كلشي الحمد لله ولدي. هادي ناس لاباس عليها؟ لاباس الحمد لله. كدير مع شي خدمه الوالدين؟ لاباس الحمد لله. شي بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد. صابرين نوضي عافاك حليمه دي هادي نوضي دير لنا شي حاجه منشوره واخا يلو انا الله يا ربي. وخالتي نعم اوليدي شنو نقول لك؟ انا هذا الشيء درام قاش عاجي ياك لاباس اوليدي شنو كاين؟ دابا انت هي نعم كبيرة وبعقلك ايوا ياك لاباس شنو خصك تقولي للدرية؟ صوني راجلك وصوني دارك وجلسي تبتي في دارك. انا ولدي شنو واقع؟ انا مال بنيتي ما مصيناكش ما مقابلكش في دارك ما موكلاكش ما معيشكش مزيان؟ كانت مقابلاني والحمد لله ولكن من ورا باش مشات عندك داك النهار راه من تما وتما خيطه بيطه او واولادي راه كتجلس معايا وكتحفظ اختها واخا هي ما حافظه والو عندها كتشد لها الخاطر كتجلس معاها كتشوف واش كتحفظ ولا لا وكنجلسوا نقرقبوا الناب شويه وصافي ياك هادشي اللي كاين. انتما قرقبوا الناب وانا شنو ناكل انا؟ واولادي راه تطيب لك ولا ما تبارك الله راك في عقلك ما طيب لك شي بيضات ولا صاوب شي الكسه السيده ما بقات كاع كطيب حتى طيب حتى ما فيها حتى حاجه بحال مره بحال راجلها وانا اللي نتزوج بها ملي نطيب انا. وليدي واش تعودت عليا؟ واش احترام وليدي؟ واش بغيت الاحترام؟ احترام احترمي راسك انت الاولى بعدا. ايوا ويلي شفت الهضره كيفاش شفت الهضره؟ بحال كتقولي نبغي نسيري بحالك. واه شنو نقول لك؟ انا جيتيني مرا كبر من امك. واش غندير لك وليدي كبر من امك؟ واسمح لي كبر من امك خصك تحترمني وتقدرني. انا ما درت حاجه بنتي هكا تجي عندي ما كتمشيش شي بلاصه اخرى وانا كنشد بها وكتجلس مع اختها ومعايا انايا ولا كتعتمني على امي انت عاوتاني راه حاجه اخرى هذيك ما عندي ما نقول لك. وسمعيني اش نجيك يا تشكر فيك بعدا مسكينه. وسمعيني اش نجيك مع خالتي؟ نعم اوليدي بلا ما تبقى تعتبي عندنا انا. اي وليدي سطيتي تمنع عليا بنيتي. كيفاش تمنع وكانت بنتك؟ وليدي راه باقا بنيتي ما بقاتش بنتي الشرع والقانون باقا بنيتي وولات مرتي انا. اي مرتك ولكن انا عندي على الحق سي الله الرحيم. عندي على الحق سيري للمحكمه وقول لها ما بقاش غير خليني نشوف بنتي. وصافي غتقبل لك هذا الشيء؟ غتقبل ولا غتقبل لا ما بلاش غتبعك حتى لدارك. يا وليدي تصبيتي لا وليدي واش باغا تخرجي على لا لا حاجه لا وليدي ما باش نفرق لك وش لا وسيري ربك مالك دابا واش غنوصل لهاد المواصل اش غادي نقول لك اودي والله يهديك يلا سيري مربو فيك والديك والو على هاد الهضره يلا سيري مربيه صابرين. مالك؟ والو شنو بغيتي عاد؟ واخا نطلق عليهم ديك النهار. شنو بان لك؟ شنو بان لي؟ وانا درت داكشي اللي بان لي في مصلحتنا. شنو اللي بان لك مصلحتنا؟ انك تمنعني نشوف امي؟ هذا كل مصلحتنا؟ ولا هذه هي مصلحتنا امك راه كانت غادي تبقى بحال السوسه بيناتنا. كيفاش؟ والو زعما قلت لك زعما انا ما بانش لي في مصلحتنا امك تبقى خيطه بيضه حتى شويه حتى انا ما بقاش عاجبني الحال. ماشي مشكل دابا درتي داكشي اللي بغيتي شنو بغيتي مني دابا؟ شنو نقول لك حبيبي بتليفوني خسر ليا بما خديت تليفون اخر ولا صوب شو بغيت نخلع عندي تليفونك باش نخدم انا اللي عطيتو لك نهار واحد عارفه كتدخلني بهذيك الطرافه واخا مخلقه منك دابا جيتي تاخذ ليا التليفون غيرك حتى حاجه ما تخلع عاملني غزوان باقي الكود هو الكود ديالك راك عارف كلشي حاجه ما تبدلت انت احسن مره في العالم بقا تسبغني وما تبقاش تغوت عليا راه ما درت لك والو انت اجمل دريه في العالم كتذوبني صافي دابا ديتي التليفون صافي نعوضك انت عارفاني كنعوضك نهار قلتي لي نهار واحد عندك الدوز يومين تقول لي نهار عاوتاني يلا سير يلا سلام 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 الراجل عندي وخا كيعصبني الصراحه كنبغي كنسمعك اش كتقول واي ضروري يمك يوما ما تخدمتي بيا ولا بيك دابا صابرين عبدو عبدو ها كيت لاباس ما
واقع لك شي مشكل في الخدمه؟ واقع لي شي مشكل في الخدمه وجاي كنغوت عليك انت. وما فهمتش ديما منير فيك لاباس. عاجي تسمعي الخدمه، الخدمه هي ديالك انت وامك. كيفاش؟ وعاد تسمعي. سلام بنيتي، مرحبا ديالي بخير لاباس عليك وكل لي بعدا. قدينا الغراض كيفاش كضربه؟ بين شي مفعول تقعدت لي الجهمه ما بقاش يغوت. ايوا هادشي اللي بغينا انا ما كتداوي باش ما كيجاوبيني. لا دابا واحد السيده ماما قالت لي راه بغات بلاص ما تصيفطوا لها هي بغات دير لراجلها بلاص ما تصيفطوا لها هي صيفطات لي صيفطات لي انا وصل بالغلط انا يلا وصلنا دابا ياك واش انا ناقصك من شي حاجه واش انا كنت ناقصك من شي حاجه لا حاجه مخيره كتبغيها كتحضر لك ها انا اسرع لك والله ما كاينش تليفون شو تليفون تليفون واش كاين شي راجل واخد المرتو تليفون بحال هذا ها خصك كامل انا باش كنحطها في الكريدي ديالو ها انا بغا فهمني غلط انا راه معايا سمعيني نقول لك سمعيني نقول لك شتي خصك العصا موس على راسك وانت تبعتيني وانا قلت غادي نقاد لكم الشمس شتو ليكم سيري الله يطلق بيتي.